السلام عليكم مشاهدينا الافاضل، اهلا بكم في هذا العدد والموعد الرياضي على قناتكم الشروق الاخباريه. اليوم سنتحدث كثيرا عن المنتخب الوطني الجزائري المقبل على مباراه وديه امام منتخب جزر الراس الاخضر الذي لا يستهان به كما قال الناخب الوطني عبد الحق بن شيخه. سنتحدث عن الخيارات الهجوميه الكثير، عن عوده اسلام سليماني وايضا انضمام امين اغويري مهاجم ران الذي سجل في مرمى دوناروما امام فريق البي اس جي في الدوري الفرنسي. نتحدث ايضا عن انضمام اول استدعاء لبشير بلومي نجل اسطورة كرة القدم الجزائرية الاخضر بلومي للمنتخب الوطني الجزائري. سنتحدث ايضا عن تصريحات غويري عن اسلام سليماني. سيكون الموعد ايضا اليوم للحديث عن الكارثة التي تحدث في الرابطة المحترفة الاولى بالارقام، 11 مدربا غادروا العارضة الفنية للأندية التي دربوها خلال 4 جولات فقط. سنتطرق أيضا للحديث عن استقالة عبد الحق بن شيخة ورميه المنشفة من تدريب فريق اتحاد الجزائر، ونعرج أيضا على فريق شباب بلوزداد ورحيل فاندن بروك الذي أخلط الأوراق في فريق أبناء لاعقيبة. كل هذا في هذا الموعد الرياضي على قناتكم الشروق مع ضيوفنا الكرام. نرحب يا دولي السابق واللاعب الذي ضرب مصر في مقتل سنة 2004 حسين أشيو، أهلا وسهلا بك معنا على قناة الشروق. السلام عليكم إبراهيم، شكرا على الدعوة، تحياتي للمشاهدين الكرام. شكرا لك حسين أشيو، مرحبا بك معنا. ونرحب أيضا بالإعلامي ياسين معلومي، أهلا وسهلا بك. مساء الخير إبراهيم، وأنا كنت حاضر في 2004 بتونس لما حسين أشيو راح من وسط الميدان وخلى المعلقين تاع مصر يندبوا على احنا كما هي حسين من شغل صادي مباراه وديه برك. لا لا بصح مع مصر وسجل الهدف في مرمى نادر السيد. ونادر السيد ياسين يا معلومي وعدنا بان يكون معنا هذا الاسبوع قبل المباراه التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري. ان شاء الله يكون معنا نادر السيد، يكون معنا ايضا حسين أشيو في الاستوديو ليكون حديث نادر. نادر السيد اشتغل كثير في الاعلام وانا نزلت عنده ضيف في قناه صحيح الاهلي. صحيح في قناه الاهلي نادر السيد الحارس الاسبق في كره القدم المصريه. مشاهدينا الاعزاء نبدا بالحديث عن المنتخب الوطني الجزائري. الخضر يسعون لتحقيق فوز جديد امام الراس الاخضر العنيد، نقول عنيد لانه منتخب محترم في افريقيا قالها في العديد من المناسبات جمال بالماضي، لا يوجد منتخب كبير واخر صغير حاليا في كرة القدم العالمية وليس فقط كرة القدم في القارة الإفريقية. غدا بداية من الساعة 8 المنتخب الوطني الجزائري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. حسين أشيو، مباراة مهمة لانه جمال بالماضي يصر دائما في العديد ايضا من المناسبات ويقول كل المباريات نحب نفوز فيها سواء كانت ودية أو كانت رسمية، وهذا ما شكل أيضا نقطة قوة بالماضي والمنتخب الوطني الجزائري. نعم، هو من المدربين اللي يعني يحب يعني يرسخ هذه عقلية الفوز في فريقه. مساوش يعني مباراة هي مباراة في كرة القدم سواء كانت ودية أو رسمية، كل مدرب أو كل ناخب أو كل فريق يسعى يعني للفوز خلال هذه المباراة، وهذا هو المسعى تاع مباراة في كرة القدم تكون ودية أو رسمية. الآن هذه المباريات يعطوك معطيات كثيرة خاصة في نقص يعني تواريخ الفيفا ونقص المعسكرات، هذا الشيء يعانيوا منه نوعا ما مدربي الوطنيين لأن ما عندهمش الفرصة أنه يجتمعوا بلاعبيهم لأكثر من أسبوع في السنة في الشهر ولا هذه يعني فرصة لهم أنه يلعبوا مبارتين وديتين ويعني يستعملوا أكثر لاعبين. نعرفوا أن في المباراة الرسمية عندك تقريبا 11 لاعب، خمسة يعني في الاحتياط اللي راح تدخلهم، ما تقدرش تشوف كل اللاعبين، و24 لاعب او 23 دائما يجوا للمعسكرات، ولكن في مباراه الوديه تقدر تستعمل اكثر يعني عدد من اللاعبين، تشوف يعني تجرب يعني انماط يعني تكتيكيه اللي تقدر تلعب فيها في المستقبل. احنا فريقنا الوطني، نعود لفريقنا الوطني، خاصه كاين لاعبين اللي راهم يجوا جدد، هذه فرصه باش
باش كل لاعب يعني تلعبوا في منصب واثنين وثلاثة باش تشوف يعني صحيح. وش راح يعطيك، لأن على بالنا ماشي غير نوعية اللاعب هي اللي تعطي لك نوعية لاعبين، اللي تعطي لك 11 متكاملين، لازم يكونوا اللاعبين متكاملين لي تريبلات لي دوبل. حسين، لم تلاحظ بأنه هناك تغير في سياسة تحديد هوية المنافسين في المباريات الودية هذه المرة؟ لعبنا وديا أين؟ في السنغال أمام منتخب سنغالي هو الأقوى في إفريقيا، نلعب وديا أمام جزر الرأس الأخضر الذي أسال العرق البارد للمنتخب المغربي، وأيضا يطبق كرة نحن في حاجة إلى دراستها جيدا قبل كأس أمم إفريقيا، وتعرف يا ياسين يا معلومي ما حدث لنا في دور المجموعة سنة 2022. نلعب أيضا وديا أمام من؟ أمام منتخب الفراعنة، منتخب قوي له باع وطريقة لعب مختلفة، يعني السنغال مصر جزر الرأس الأخضر، ثلاث طرق مختلفة تماما المنتخب سيستفيد منها قبل تصفيات العالم وتصفيات كأس أمم إفريقيا. أكيد إبراهيم، أنا معك 100% في هذا الشيء. ما نساوش بلي رانا أقرب يعني حدث وأقرب يعني منافسة اللي أنا نحضروا لها هي كأس أمم إفريقيا، وراح نحتكوا يعني بفرق يعني إفريقية، وكل يعني كل اساليب يعني اللعب في افريقيا، راح تلعب مع، تقدر تلعب مع كوت ديفوار، تقدر تلعب صحيح. مع الكاميرون بقوته صحيح. تقدر تلعب مع راس الاخضر، تقدر تلعب مع مدغشقر، يعني كل يعني جهه في افريقيا وعندها خصوصياتها، وانت كفريق افريقي لازم تعرف كل هاد لا ديفرسيتي اللي كاين في الافريق بنمط اللعب تاعهم. حنا دينا درس من كأس إفريقيا السابقة، أنه كنا تفاجأنا بفرق نوعا ما كان كنا نقول على الورق أنها ضعيفة والجزائر ستمر يعني بدون بأريحية، ولكن تفاجأنا أرضية الميدان، تفاجأنا نوعية الخصوم، تفاجأنا بالجرينطا كانوا يلعبوا فيها ضد يعني الفائز على كأس إفريقيا. هاد الشيء كاع ما كناش نستناوه بعد يعني ما توجنا بكأس القارة الإفريقية، كل نصبح يعني الخصم اللي يحبوا يطيحوا به، وهذا سيكون درسا، هذاك درس صحيح في الماضي، والآن المدرب تعلم يعني من هذا الشيء، وراه يحتك أكثر في إفريقيا يلعب ولو مونديال ولو راح ولكن باش تتأهل المونديال راح تلعب مع فرق إفريقية صحيح. وراح تحتك بفرق إفريقية، لازم تكون يعني تكون عندك معطيات على كل هاد المنتخبات، وهذا شيء جيد. تلعبنا مع السنغال، أن نلعبوا مع مصر والكابفر، أنا نظن هادو ما يعني الفرق هادو كلهم راح يعطونا دروس، يعطونا معطيات كبيره للمنتخب الوطني صحيح. كذلك يخلونا نجورجي ونشوفوا يعني لاعبين اللي جاونا الجدد يتاقلموا مع افريقيا. كاين لاعبين على غير القويري مازال ما شافش الاجواء يعني في الجزائر وفي افريقيا، وما احتكش بالفرق يعني الافريقيه. كاين لاعب شاب كذلك اللي هو بشير بلومي، اول مره ان شاء الله راح تكون عنده يعني الفرصة باش يلعب أول لقاءاته مع فارق يعني من الأكابر وفارق الوطني ألف. إن شاء الله هاد الشيء قاعد تكون يعني تعود بالفائدة على الفارق الوطني على اللاعبين تاعنا. أنا نشوفه نقطة مهمة كذلك إبراهيم، أنه الفارق راهو يمشي ويتشبب أكثر، أنا نشوفه لاعبين شباب، نقطة مهمة صحيح، رانا نشوفه باللي سواء يعني كل اللاعبين، كاين كثير لاعبين اللي عندهم اقل من 25 سنه، وهذا الشيء مهم يعطيك نظره مستقبليه تقدر تعمل على مدى 3-4 سنوات. بفضل من نقولها بكل صراحه، بفضل جمال بالماضي، اليس كذلك ياسين المعلوم؟ شوف جمال بالماضي وكذلك هو اللي دار هذوك لي ريزولتا، لان كان ما ديرش هذوك ما تقدرش تحط كل لي زاتو تاعك. دوك انت حنا مشينا ودينا كاس افريقيا وشفنا كيفاش اقصينا ومرينا بصعوبات، الان حنا في مرحله يعني بنايه فريق جديد وبالاستقرار، وهاد اللاعبين كي يلعبوا ويعاودوا يلعبوا بيناتهم راح تكون يعني فريق اقوى. عندنا لاعبين كثيره ما يلعبوا في دوريات يعني اوروبيه محترمه وفرق قويه، والان راهم يلعبوا اساسيين، ماشي كان عندنا لاعب واثنين يلعب رومبلاسون بعد يجي الفريق الوطني. هاد الشيء قا راح يعود بالفائده الفارق تاعنا. وين حجه
الحاجه المهمه اليوم رانا 11 اكتوبر، كاس افريقيا تبدا يوم 13 جانفي، معناها بقاو لنا 92 يوم، ثلاث اشهر، ثلاث شهور، يعني ثلاث شهور ما قبل المنافسه القاريه. بدينا التربص الماضي شهر اكتوبر، شهر سبتمبر، واليوم التربص تاع اكتوبر. هي تقريبا نفس المنتخبات، مش نفس المنتخبات ولكن في القيمه، مثلا شفنا مثلا لعبنا مع تنزانيا واليوم لعبوا مع راس الاخضر، لعبنا مع السنغال واليوم لعبوا مع المنتخب المصري. يعني هو انا نظن 85% تشكيله راهي واضحه، على الاقل على الاقل في حراسه المرمى، في الدفاع ربما لاعب ولا، يعني التشكيله باينه. واش بقالوا؟ بقالوا هذا التربصي يزيد يشوف اللاعبين باش يحدد القائمة النهائية اللي تروح لكأس افريقيا. ما نظنش لاعبين جاهزين يكونوا جاهزين، ما نظنش يعني بعد قويري حتى لو يجيب لاعبين جدد ما نظنش راح ينكوربوريهم باش يديهم لاكوب دافريك. ولاكوب دافريك انا نظن بعض اللاعبين حتى هذو اللي عيط لهم وحتى لو كان يديهم لكأس افريقيا مش هذو اللي يلعبوا، اللي يلعب في كأس افريقيا هو وسليماني، هو اسم الناس اللي عنده اكسبيرينس وصلوا في لافريك. هذا من جهة، من جهة ثانية انه اليوم انا نظن في اللقاء تاع الكافير ربما راح يلعب بنفس الطريقه اللي لعبنا بها مع المنتخب التنزاني، راح يشوف لاعبين مثلا كاين اللي عنده دو ماتش مثلا يمدلو له تروازيام ماتش، مثلا كيما مثلا وليد بلومي بوتات يمدلو واسمه ان ماتش. هو نظن راح يركز على لو توب 5 اللي يلعب معاهم. ماذا عن التشكيله الاساسيه سي المعلومي؟ هل ستدخل امام جزر راس الاخضر او ستدخل امام منتخب مصر؟ لا شوف مع شوف مع جزر على الاقل 80% من التشكيله الاساسيه. شوف بصح حاجه كان وانت قلتها في البدايه انه منتخب هذا جزر راس الاخضر هو تطور بطريقه مذهله. صحيح انا نقول لك بطريقه مذهله، ما نقولكش لعب يعني ليكيب تيتيلا ابا اونتيير. هو انا نظن المنتخب الاول يعني الناس اللي تاكل عليهم ولوساتور راح يلعبها مع المنتخب المصري. شوف انا نشوف يعني بنظره اخرى، انا نقول باللي 23 او 24 لاعب تاع الفريق الوطني رانا نشوفهم منافسه شديده، يعني كل لاعبين تقريبا متقاربين، ولكن الشيء اللي يصنع الفارق هو هذيك التوليفه، لاعبين مولفين يلعبوا مع بعض مع جدد. صح وكي تغير علاش انا نشوفه مرات نشوفوا انتقادات لماذا غير، لا تغير الفريق وتشوف لاعبين ومن بعد لاعبين اللي يبرزوا تقدر تدخلهم بالعقل في التشكيله اللي نقدروا نقولوا اساسيه، ولكن كي تجي تشوف المستوى تقريبا متقارب، لان الان اللاعبين كي يجوا جدد يبداوا يدخلوا بالعقل الفريق الوطني، يبداوا يوالفوا، لان انت وشنو التمرين في كل يوم؟ علاش صاحبك في الكلوب تلقى لي زوتوماتيزم اكثر؟ لانك تدرب معاه على بالك وقتاش يدرب لي وعلى بالك وقتاش يكروشي، دونك انت كل واحد حافظ يعني هذوك التقنيات تاع الزميل تاعه وتكون لونتيسيباسيون في هذا الشيء، تسمى زميلك يسبق المنافس خاطر على باله واش راح دير. ولكن دوك هاد اللاعبين اللي جاوا جدد يقدر انت قلت مقبل بالك ما يديرهم، ولكن كي تجيب انت لاعب يخرج شويه من اللو قوي وين تحطو يتاقلم، لان علاه ما همش اثنين ثلاثه لاعبين ما راحش ما راحش يخلخلوا لك المجموعه. ام بوعناني باغ اكزومبل حسين، ام بوعناني شرقي قويري واحد لاعبين كيما هادو راح يعطوك اضافه، لان لاعبين مهاريين اولا، ثانيا يلعبوا في اعلى مستوى واجدين بدنيا، كل هذا الشيء يتحط واحد. لكنها ورطه ايضا لجمال بن ماضي. لا ورطه لا انا في الخيارات انا ما نقولش ورطه، لان علاش تكون عندك دكه احتياط قويه، تكون عندك خيارات اكثر، لا انا نقول مفاتيح اكثر، مفاتيح اكثر لفتح يعني المنعرجات تاع اللقاء، يكون عندك لاعبين في دكه احتياط من مستوى عالي، يقدر لاعب يدخل ولو انت تكتيكيا ما قدرتش ولكن بمهاره يعني فرديه يقدر يفتح لك مثال في الهجوم. ونعرف باللي ان في كره القدم هدف ولا يغير كل شيء. ابراهيم ابراهيم تفضل مثلا بون لو كا مثلا ايت نوري، مثلا اليوم سمعنا ايت نوري مصاب في راسه ممكن ما يجيش، في عندنا ثلاث لاعبين في المنصب تاعو، بن سبعيني توبا وايت نوري، معناها اليوم كان عنده بن سبعيني كان يلعب وحده لو كان ما يجيش بالك ديفيسيلمون، اليوم عندك كان شوا، عندك طوا جوار 1 2 3 كاين اللي عندهم لا بوليفالونس تاع كيما بن سبعيني باغ اكزومبل. اليوم 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 كاين لا بوليفالونس وكاين لي جوار. وما ننساوش حاجه عندك ابراهيم، اليوم حنا ربما لاول مره في تاريخ كره القدم الجزائريه نخلوا ان اونترينور تاع ليكيب ناسيونال من 2018
انا خمس سنين احنا موال في سنوات. احنا موال في المدرب اللي يجي ريزولتا نحيه. المدرسه الالمانيه مثلا روف باغ اكزومبل من 2006 وحتى 2015 وثمار ذلك يا سي المعلومي اللاعبون الجدد الذين انضموا الى التشكيله لو راح بالماضي ما جاوش هاد اللاعبين. شوف لما يكون شوف الاستقرار لما يكون الاستقرار خاصه في الطاقم تاع التدريب اللاعبين هادو جايين بور ان بروجي وشكون يكسبليكي لهم البروجي بوتيت لو بريزيدون دو لا فيدراسيون مي المدرب اليوم انت كي تجي المدرب يهضر معاه عنده دور كبير. نعم عنده دور كبير. انا نظن شوف انا نظن حتى ويقعد جمال بالماضي حتى 2026 يقعد ان شاء الله من 2026 هل هي كره القدم اليوم 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 من بعد كنولوا للموضوع تاع البطوله تاعنا اربع جولات 11 مدرب هاو ان احنا مدرب تاع المنتخب الوطني في خمس سنوات في خمس سنوات. للحديث اكثر عن انضمام اللاعبين الجدد حسين اسيو امين قويري وايضا بشير بلومي. قبل ما نتحدث عن بشير بلومي يتحدث عن بشير بلومي والد بشير وهو الأخضر بلومي معنا مباشرة عبر خدمة الهاتف الأسطورة الجزائرية. الأخضر بلومي أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك الأخضر بلومي. بشير انضم إلى المنتخب الوطني الجزائري، خاض حصص تدريبية في سيدي موسى وخاض حصة تدريبية في ملعب الشهيد حملاوي تحسبا لمباراة الغد. بكل صراحة الأخضر وش قال لك بشير بعد الانضمام إلى المجموعة بعد احتكاكه أيضا مع نجوم في المنتخب الوطني الجزائري مثل رياض محرز ولاعبين آخرين؟ والله طرحت سؤال ومن بعد لك حليت السؤال يعني. لا انت اللي جاوبني عليه بشير. والله يعني هو فرحان كثير كما قال هو الاساطير تاع الجزائر حاضره الحالي انه يعني فريمون لي تري تري كونتون يعني راه فرحان كثير يعني بالانتوراج تماك ولاكي سيرتو لاكي يعني كي صغير كبير حتى الانصار اللي تماك يعني شافوه هكا وطبعا المسؤولين رحبوا به يعني. اكيد رحب به ايضا جمال بالماضي. طبعا المدرب يعني يستقبل كاع لي جوار كيف كيف يعني سون بروبليم يعني نورمال هو استعداهم سي نورمال استعداهم يرحب بهم. ما هو شعورك الأخضر بلومي بعد استدعاء الابن بشير الى المنتخب الوطني الجزائري لتمثيل الجزائر بكل صراحه؟ والله هذا سؤال طرحت كاع الجورناليست يطرحوا كيف نستدعى بلومي. لا ريبونس كانت ما نهضرش انا على ولدي ولا انتم شفتوا كلش كيف دار كيف العمل كيف هدا بدايه ناسيونال كيف ناسيونال كادير جينيور اسبوار 23 بالدرجه راح اللي بوندون 3 زون يخدم في اوروبا سيرتو مدرسه يعني في احسن مدرسه البرتغاليه وحاليا طلعوا دوزيام ديفيزيون وراه يلعب بريمير بالبيت اكسترا ماشي انا نهضر انتم الصحفيين انا كنت نشوفه كل يوم يعني حاليا راهو توب يعني راه طالع بالدرجه تبارك الله وهذا هو ربي يكتب له المكتوب ايدو كونفيرمي. لا لا واش من نصائح انت تمدهم له واسمه الاخضر ملي كان هنا ملي كان هنا ملي كان واسمه في الام سي يوغا يقولوا بلي اوموان تمد له كالكو كونساي اوموان في لا تكنيك اللي كانت عندك انت يعني كونساي يفقد الشجاعة الموتيفي كما هضر هو ما نوريش كيلعب نو شو تكنيكمون يكذب عليك واحد واحد يعلم واحد المدرب يعني انا واحد من الناس اللي بداك يعطيني مطرق بالكرايه واخذ المدرسه وتقرا وربي يطيح لي ديك ديك لا تكنيك وانت واحد معلمها لي يعني طبعا الفيزيك ممكن خدم هو فوالا سي ليكزومبل تاع راه خدم فيزيكمون تبارك الله راهو توب راه 90% دي يعني فيزيكمون احسن من اللي كان هنا في الجهه ولا تكنيك ربي يعطيها له هذيك في غوش في ماجي موهبه فوالا من عند ربي هذا السؤال اللي غوشي راك تشوف شكون علم عصاز ولا ماجير ولا تاعنا حاليا محل في غوش قال في جوار دونجو. في الندوة الصحفية الأخضر جمال بالماضي قال مباشرة بصريح العبارة إن شاء الله يكون عنده شوية ويعطينا شوية من الوالد تاعو الأخضر بلومي شوية سحر يعني. واه أنا احتراماتنا لسيد بالماضي سيد عطيل هو عز اللي حاليا ما داش الأداء كما أدى هو البداية تاع هذه وإن شاء الله كل بداية عندها يعني كي قال لك في المستقبل عندها إن شاء الله
جديد ويعني او فيري ميزير هذيك لا سيليكسيون يلعب في دوك يلعب لي ماتش كلها سهله باسكو الاولى سي فري لا بريسيون اكسيتيرا لا سوا نورمال مي ان شاء الله الى دو تخوا ماتش يدخل في الجروب ان شاء الله. إن شاء الله غدا مباراة جزر الرأس الأخضر مباراة ودية، لكن الأخضر برومي تعرف جيدا جمال بالماضي ما عندوش في القاموس مباراة ودية ولا مباراة رسمية، يحب يفوز بكل المباريات. يعني ليكيب ناسيونال مستويت عليكم مكاس أميكال ولا أوفيسيال ليكيب ناسيونال سي ليكيب ناسيونال لازم النتيجة والأداء إكسيتيرا بون لي ماتش أميكو بيتيتخ اللاعبين سيرتو سيرتو جدد لازم يبرزوا يعني كما المدرب يختارهم لازم يكون في المله ما غلطش اكسيتيرا وان شاء الله يقدر يتحدى يعني ممكن يعني اللاعب دي غون جوار بارك الله في وقتنا في ظروف في وقتنا يا دي غون جوار مي في الكلوب تاعهم الجيل تاعنا يا لاجيري كانت سيرتو لا ريفورم بارك الله كانت الفروي يعني كي قال لك الفاكهه الفاكهه ولكن كان دي جوار دو كلوب وكان دي جوار تاع ليكيب ناسيونال. صحيح الاخضر باللومي شكرا جزيلا لك وحظ موفق لبشير وللمنتخب الوطني الجزائري. للتوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك. تفضل ياسين. شوف ربما انا شفت شفت باللومي يلعب شفتو شفتو يعني شو انا نقول لك بالك في لا جينيراسيون ديالو ولا بالك حتى لا جينيراسيون هذه. انا بو موا سي لو ميور جوور خاصه في لو بلان تكنيك في لا فيزيون دو جو الى اخره. وليدو لما جا المولودي طهران لقى صعوبات كبيره وبالكم بعد ما قال لك لا لا ربما ما نمضلوش مع الفريق الاول ومن بعد نمضلو مع الفريق الثاني. المهم لقى صعوبه كبيره كما قال جمال بالماضي في الندوه الصحفيه تاعو تعب وراح لاوروبا واثبت كيما سليماني كيما بوكو جوا كيما عمورا كيما بوكو جوا اثبت. واليوم كي جا بالماضي ما داش فيه واسمو مزيه جا باسكو شافوا بلي هاد جوا تعب ثمار العمل ثمار العمل هي اللي لحقاتو وان شاء الله هو يفهم بلي لما تجي اليوم راهم لاعبين كبار في المنتخب الوطني ولا كونكيرونس راح تكون كبيره. شوف شوف الى الناس يتخدم ب 40% هو يخدم 200%. نعم ان شاء الله. والمثير للاهتمام ياسين معلومي في المنتخب الوطني العالي لدينا صور لجوله اللاعبين داخل مقر اقامتهم بمدينه قسنطينه 24 ساعه قبل مباراه جزر الراس الاخضر. ها هي الصور لاشبال المدرب جمال بالماضي في محيط مقر اقامتهم جوله استرخائيه حسين اشيو يعني قمت بها في الانديه وفي المنتخب واني لتأكد أيضا الروح بين اللاعبين. هناك روح قوية وعالية بين لاعبي المنتخب الوطني الجزائري في الفترة الحالية. أكيد شوف فريق دائما في الفريق الوطني كاين هذيك روح الأخوة والصداقة دائما على بالك اللاعبين يتوحشوا الفريق الوطني ما يتلاقاوش بزاف وكل واحد عنده ديزافينيتي مع الآخر. هاد لي بالاد ولا كي تخرجوا تمشوا كاين لاعبين اللي ما يتعرفوش بالك ما يباتوش كيف الشومبرا تكون تما كل واحد يتقاربوا ويتحادوا ويتبادلوا بيناتهم الحديث. هاد الشيء وهاد الايام كلها اللي يقضوها في التربص المغلق راح تخلي العلاقات تزيد تولي اقوى. صحيح. بيناتهم دائما يكون كلام سواء في الجانب يعني التقني ولا تكتيكي دائما تكون يعني ديزيشونج وهاد الشيء اللي يخلي يعني اللاعبين مجموعه يعني تقوى وتكون اخوه وتكون يعني مجموعه دائما اقوى قد ما يطول التربص قد ما يكونوا لي زافينيتي قد ما يكون هذيك العلاقات يعني تزيد الارتباط يزيد يقوى. احنا نتمنوا شيء مليح يعني نشوفوا يعني تقريبا اللاعبين ما كاش يعني تباعد في الاعمار كثير تقريبا اللاعبين يعني شباب ما كاش بزاف اللي كبار يعني في السن. انا نشوفو دائما كاين بون امبيونس كسوسوا لونطريمون كسوسوا برا ما كاش لي بروبلام. وانا نشوفو اللاعب اللي يدخل جديد فريق الوطني دائما يحطوه في احسن الظروف سواء كان من محليين ولا من هذا ما قاله الاخضر باللون. نعم بشير قال له دخلت نقولو البشير يعني حنا نتمنوا له التوفيق هذه اول فرصه ليه. دوك راه دخل في الاجواء الان لازم يمد كاع واش عنده خلاص كيما يقول لك
لاعبين النجوم اللي كنت تشوفهم دوك راك معاهم راح تحتك معاهم راح راح يعني تتنافس معاهم باش تكون عندك مكانتك اساسيه كلاعبين الاخرين. انا هذه الفرصه يعني لازم يغتنمها سواء في التدريب يقدر يعني يكون شفنا دي جوار اللي كونفوكاهم بالماضي ودو ماتش ما لعبهمش كاين يعني كاين دي جوار دي فوا هو عقليته دي فوا يجيب جوار يحطو يشوف الاجواء وبالعقل يعرف وقتاش يدخلوا يعني احنا نقولوا الباشير مام ولا ما جاتكش فرصه تلعب كاين تدريب مدرب يشوف التدريب يشوف كيفاش تكون يشوف من الناحيه التكتيكيه يشوف كلش لان عنده الوقت هنا تقريبا راهو 10 ايام ولا راح يكونوا مع بعض ان شاء الله. علاش اللاعب اللي خرج منا وتعب وراح لهيك ما نساوش تانيك هاد اللاعبين اللي راهم معاه كامل الفريق الوطني ساعدهم لان الفريق الوطني باب من ابواب يعني يفتح لك باش تزيد تطلع في المستوى تاعك مهما كنت لاعب جيد وما كنتش في الفريق الوطني ما تقدرش يخصك شيء ما تقدرش تروح لايطاب واحد اخرى ولا ما عندكش الفريق الوطني. الفريق الوطني مهم جدا في لاكاريير تاع جوار راح تخليك تفوت المستوى اخر لان في الفريق الوطني راح تكون عندك امكانيه تلعب مباراه دوليه ومباراه دوليه كثير من الفرق تشوفها وراح تحتك مع في منتخبات قويه وراح تقدر يعني توري يعني في مقابله واحده تطلع المستوى تاعك ويجي فريق يديك. احنا نقولوا هذه فرصه للباشير لاعبين اخرين كذلك نتمنوا يعني يبقى ويدوم في الفريق الوطني. المهم هو ماشي تدخل المره الاولى ولكن كي تدخل تبقى فيها مدة سليماني. بس المعلومه لدينا تصريح امين قويري وبشير بلومي في الحصه التدريبيه بملعب الشهيد حملاوي تحدث في البدايه عن الاندماج والتاقلم وبانه الجميع رحب بهم في المنتخب الوطني الجزائري. نستمع لما قاله بشير بلومي وايضا امين قويري في الحصه التدريبيه. C'est très bien passé. Bah, je suis arrivé hier et j'ai été très bien accueilli avec le groupe. Je parlais avec tout le monde et tout ça. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, Inch'Allah. Bah, je suis très content. C'est un peuple qui suit beaucoup l'équipe nationale, qui est très fier. Et j'espère les rendre fiers. Inch'Allah, on va tout faire pour les rendre. Alhamdoulilah, on est fier bzaf. ورانا خدمو باش نلعبو نديرو بلاصتنا المكان خدمنا ما حبسناش كيما سمحتو كيما شفتو وعاونوني العائله بالموتيفاسيون وكاع عاونوني بزاف كانوا مورايا الحمد لله. تلحق كان كيما شفتو تلعب في ليكيب تاعك تزير روحك تخدم ما تسمعش الهضره من وخدمه. سمعنا لما قاله أمين قويري وأيضا بشير بلومي والمنافسة ستكون شديدة ياسين معلومي في الخط الأمامي ليس كذلك؟ يعني عندنا كل مقومات النجاح في الخط الأمامي، عندنا لاعبين يحسنون اللعب داخل منطقة العمليات، لاعب آخر يحسن الخروج والدخول إلى منطقة العمليات وهو أمين قويري، وأيضا بغداد بونجاح لم يستدعى ولاعبين آخرين، يعني جمع بالماضي أمام حلول كثيرة في الخط الامامي بالتحديد. أولاً حتى الاختيار ربما اختيار القائمه النهائيه راح ربما يدرسها يعني بالتدقيق بالجزئيات ربما في منصب بوتيت عنده دو جوار ومن بعد يدير لا بوليفالونس كما كنا نهضروا الاسبوع المقبله. انا نظن التعداد هذا هو تعداد ربما حتى 30 لاعب ربما 30 لاعب اللي موجودين اللي كاين خمسه سته هو عنده 40 على بالي موسى صعيبة اليوم المدرب كلهم مستوى متقارب متقارب لا كاين لاعبين من الدرجة الأولى. شوف كاين حاجة واحدة اللي تعرقل المدرب هي الإصابات اللي ما تقدرش تعرف. أكشفت حنايا كنا نقولوا أول مرة لاعب في أول لقاء ظاهر أيسر أعطانا مستوى رائع ويعني هو مصاب اليوم صح؟ الآن مصاب في تربص ثاني موسى أيتنوري نظن هذا هو المشكل الوحيد اللي يقدر يعرقل يعني في قبل كاس افريقيا. نتمنى ما يكونوش اصابات هذا هو الشيء اللي راح يخلينا يكون عندنا فريق يعني اقوى ان شاء الله. نظن حتى نظن ان سمعته في الندوه الصحفيه حتى لونغاج تاعو حتى الهضره تاعو مع اللي جوا نظن الفيستيار كما يقولوا كما اللاعبين تمنوا اسمه يهضروا لو مو تاع اسمه الفيستيار. واش اليوم واش المدرب راح يطلب من اللاعبين هذو في كاس افريقيا؟ واش لعبوا في كاس افريقيا؟ كاس افريقيا
اللي وسمه اللي فاتت احنا في البريمي تور. اليوم الشعب الجزائري رانا نشوفوا اللاعبين كاين، لي مويان كاين، لا ستابيليتي كاين. سمعنا جمال بالماضي في احدى الندوات يقول على الاقل نصف النهائي. نتمنوا انه اللاعبين اليوم اللاعبين كاين كل الامكانيات باش نروحوا على الاقل النصف النهائي. ما نجموش نديروا كما الخطره اللي فاتت، ادينا كوب دافريكم بعد احنا في البريمي تور. نظن انه اللاعبين خاصه اللي شاركوا في كاس افريقيا الماضيه سي ريفونش ليهم. اليوم سي ريفونش خرج من البريمي تور، اليوم وتروح لا كوب دافريك وعندك لا كاليفيكاسيون بور لا كوب دي موند. كاين كيلكو جوار بوتيت لا كوب دافريك بوتيت هذه الاخرى ليهم، كاين اللي بالك لا كاليفيكاسيون بور لا كوب دي موند تكون الاخرى ليهم. اليوم اللاعبين اليوم 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 واش المدرب يمد للاعبين هذا؟ صحيح. ولدينا ايضا تصريح مهم جدا لامين جويري تحدث فيه عن المهاجم اسلام سليماني الذي يتالق في الدوري البرازيلي مع ناديه كوريتيبا. نسمع لما قاله مهاجم نادي رانا. Il vient juste d'arriver là, Islam, mais je l'avais déjà côtoyé parce que j'ai déjà joué contre lui. Je sais que c'est le meilleur buteur de l'équipe nationale. C'est un très bon joueur. C'est un joueur qui lâche pas et c'est une figure dans la sélection. Donc ouais, on va apprendre avec son expérience. احترام كبير من أمين جويري تجاه إسلام سليماني. حسين آشيو يحطم الأرقام أيضا في الدوري البرازيلي، يسجل مع فريقه كوريتيبا، والمنافسة ستكون شديدة أيضا في المنتخب، لأنه إسلام سليماني كما قال جمال بالماضي الإرادة التي يتمتع بها، الجرينتا، الحرارة وعشقه للمنتخب الوطني يصنع الفارق. والله أول شيء نحييه يعني إسلام على هذه المجهودات اللي هو يدير فيهم على المردود. ما نساوش باللي اسلام سليماني يعني ما دارش تحضير مع زملائه، وهذا مهم جدا. والفتره طويله واخر يعني دقائق وين مضى في الفريق، ولكن رفع التحدي وشفناه رغم يعني نقصه يعني البدني كان يعني يدير مباراه ويعطي كل ما عنده، رغم يعني فريقه يعني اللي كان يعيش يعني فترات صعيبه، لانه كان كان متدني الترتيب في البطوله البرازيليه ويلعب البقاء. هاد كل المعطيات ما يساعدوش لاعب جديد ليجي يبدا مباشره تحت الضغط، ولكن على عادته لاعب دائما اللي يرفع التحدي ويلعب يعني بكل حراره. شفناه يعني في اللقطات القليله اللي شفناه يدافع يهاجم، عاود ولا التسجيل، سجل 3 أهداف يعني في المباراة الأخيرة، يعني سجل 3 أهداف، يعاود يولي بقوة الفريق الوطني من الباب يعني الواسع، وأكيد راح يعطينا الإضافة بالخبرة تاعو. يقدروا يلعبوا سويا جويري وسليماني بنظر إلى الميزات اللي يتمتع بها جويري والميزات اللي يتمتع بها اسلام سليماني. يعني سليماني تقريبا يلعبكم بيفو، يعني مهاجم يعني لي فيكسي لا ديفونس لتحت ولي دوروا عليه اللاعبين. وكويري طول قامته وشفناه، سي دي جوار كومباتيبل يقدروا يلعبوا مع بعض، ولكن احنا سا ديبون الخطه اللي يلعب بها المدرب كيفاش راهو والخصم اللي راح يلعب معاه. هادو هما الامور اللي يقدروا يعني يتغطى معطيات يتغيروا، ولكن نقول ان جوار تكنيسيان كيما كويري ان جوار رابيد، وشفنا يعني من خاصيات كويري هو سيت لاعب لي يعني ياخذ لو بليزير كي يفي ماركي لي زوطر. شفناه يحب عندوش هذيك يعني الانانيه، دائما يحب صحيح. وشفناه في يعني في الدوري الفرنسي دائما يقول لك هذا من عيوبه ما يسجلش، ولكن دائما كان ممرر حاسم. شفناه يعرف يسجل اهداف، ولكن تمريراته دقيقه سريع، يعرف كيفاش يخلق هذاك لو سور نومبر باسكو سي ان بون دريبلور، يعرف مراوغ جيد. شفنا 1-2 ويعطي لك يعني، انا نظن باللي هذا اللاعب راح يفيدنا كثير بمهاراته الفرديه. شفناه تنسين بلان كوليكتيف كيفاش جوار يعرف يبلاسي روحه، يعرف يطلب الكره، دائما 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 يحط روحه مقابل سيكون اضافه المرمى، راح يكون اضافه بالتاكيد. نعم. للحديث اكثر عن مباراه المنتخب الوطني الجزائري وامين جويري وايضا بشير بلومي معنا عبر خدمه الهاتف المدرب القدير عز الدين ايت جودي. اهلا وسهلا بك عز الدين ايت جودي معنا على قناه الشرق. اهلا سحنا في اخواني المشاهدين الضيوف ياسين وحسين، تحياتي
تحياتنا. مرحبا بك عز الدين أي جودي. حسين آشو يتحدث عن أمين جويري ويعني يتحدث عن الإمكانيات وما يمكن أن يقدمه للمنتخب الوطني الجزائري، لاعب مثير للاهتمام استفدنا منه عز الدين، أليس كذلك؟ نعم، يعني جويري من قام يعني الشاب اللي عنده إمكانيات كبيرة والجزائر ستستفيد منه حتما. يعني أنا شفنا يعني نعرفوه يعني في هذه السنوات الأخيرة، وزيد على ذلك هذا الموسم بظهور جيد. يعني عموما جويري أو لاعبين آخرين يعني اللي استدعاهم مؤخرا الناخب الوطني، نقدر نقول أنه في ديناميكية جديدة ستخلق الفريق الوطني، وحتى يعني اندماج شفناه يعني فيه واحد سهولة كأنهم يلعبون منذ مدة بيناتهم. مهم جدا أن تكون الأجواء هكذا عز الدين أي جودي، خاصة مع انضمام لاعبين جدد، بشير براهيمي من جهة وأيت نوري سابقا وأيضا أمين جويري، وقالها جمال بالماضي الجدد تأقلموا بطريقة مميزة في المجموعة. يعني المثال الحي، مثال حي أيت نوري، يعني أنا أعرفه جيدا وعبد صديقي، فعرفته كي يعني كي كان صغير وكيف يعني تأقلم بتاعه جيد داخل الفريق الوطني، فشيء جميل. يعني لهذا سنشاهد ديناميكية جديدة ستخلق في الفريق الوطني. أنا زدت تكلمت على لاعب بلومي، نعم يعني شفناه ما شفتوش كثير، ولكن عنده من الإمكانيات اللي تخليه يعني يقدر في كما يقولوا يقدر يتحرك أكثر، يقدر يكون ذات مستوى، خاصة باندماجه للفريق الوطني بدخوله مع هذه المجموعة، يقدر كما يقولوا احنا بين قوسين يكون ديكليك نفسي يتحرره نوعا ما ويدخليه يعني في مستوى جيد. نعم عز الدين جودي، في كأس إفريقيا الأخيرة 2022 التي مررنا فيها جانبا، تلقينا صعوبات كبيرة أمام منتخبات تركن للوراء وتلعب على الهجمات المعاكسة. في فترة التحضيرات هذه لعبنا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، لعبنا أيضا في السنغال، فزنا أمام منتخب السنغال، سنلعب أمام جزر الرأس الأخضر. ألا ترى بأن جمال بالماضي حفظ الدرس جيدا وهو الآن يدرس كل الاحتمالات الممكنة التي يمكن أن نصادفها في كأس أمم إفريقيا، أي منتخبات تلعب كرة هجومية ومنتخبات تلعب كرة دفاعية؟ نعم ضروري، يعني إذا كان يعني ما خدمناش الدرسين سواء خروجنا من كأس تصفية كأس العالم ولا خروجنا من الدور الأول لكأس إفريقيا، يعني صراحة إذا ما خدمناش الدروس والعبر وزيد على ذلك مستوى اللاعبين أكثر نجاعة أكثر جدية من اللاعبين اللي كانوا يعني، فأظن صح المقابلات الودية هذه تخلينا نعيش مع فرق كما قلت بمستويات متفاوتة، ولكن عموما أظن أن الفريق جزر الأخضر فريق صح، يعني حتى هو فريق عنيد، فريق يقلق، صحيح فريق ذات مستوى، يعني أكثره إلى اللعب كما نقول لك البرازيلي، فهمت؟ صحيح. فعموما نقول أنه يعني صراحة أي مدرب إذا كانت عنده فرص وخرج مرتين أظن أن المرة الثالثة سيأخذ كل الاحتياطات تاعه حتى ما يطيحش في فخ واحد آخر. عز الدين أيد جودي المدرب القدير، شكرا جزيلا، شكرا لكم والسهرة ممتعة. شكرا. لدينا أيضا صور مشاهدينا الأعزاء، نذكر قبل ذلك بأنه ياسين معلومي قرعة كأس أمم إفريقيا غدا بداية من الساعة الثامنة بأبيجان عاصمة كوت ديفوار بحضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي. لدينا صور لقاء صادي أمس بزيوريخ سويسرية برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني
إنفانتينو، لقاء صادي بإنفانتينو، هداه قميص المنتخب الوطني الجزائري رقم 10 مكتوب الاسم إنفانتينو، وهداه هدايا أخرى. متى يعني نديو حقنا يا سي المعلومي؟ رانا نمدوا الهدايا، مدينا لرئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، ودينا أيضا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، و بدينا وين دوك. حنا ما نقعدوش البكاء على الاطلال. هو يعني سمعت الحديث تاع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم فيما قال فيفا، قال مباشرة لرئيس الفيفا، قال الجزائر تملك كل الامكانيات لاحتضان اي منافسة قارية ولا عالمية. صحيح. اليوم انا متاكد انه ربما كاس افريقيا 2027 ربما كيما يقول لك صعب، وصعب جدا باش ثلاث بلدان يحتضنوها في افريقيا. في افريقيا، لان كينيا، شوف لان كينيا ولا حتى الملاعب، انا قريت دي بابي يقول لك حتى هما ماهمش جاهزين. هو الرئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم دارها في نيه انهم هاد البلدان باش يفوتوا عليه في الانتخابات، مش مدها لهم بار كومبيتونس. اليوم انا نقرا بابي في لابريس واسمه في السنغال، يقول لك مستحيل بلد كالجزائر يعني واش دار في كاس افريقيا اللاعبين المحليين بالملاعب اللي عنده بالاسطاد عنده كل امكانيات ما تمدلوش، وتمد البلدان غير جاهزه، غير معقول. غير معقول. وزيد هذه البلدان ماشي عندهم ملاعب، يعني قالوا للكاف اننا رايحين نبنوا ملاعب ولا نجدوا ملاعب ولا نرموا ملاعب. انا نظن تكون صعوبه كبيره. المهم كلكو سوا اليوم حنا رئيس الاتحاد الجزائري هو بلغ رساله واسمه لا فيفا اليوم هو اسمه هم سمعوا. وزيد حاجه واحده لازم نقولوها على الرئيس الجديد، رانا حسينا باللي كاين تغيرات. كاين لما جاء جاب لو جروب اللي يخدم معاه، راح مثلا يعني كاين دي تريك اللي ما عجبوش هاو ينحي واسمه هاو يدير. الحاجه برك انه البطولة تاعنا، هذه البطولة اليوم لازم تمشي مليح. إذا مشات البطولة ما نهضروش على المنتخب الوطني، المنتخب الوطني يمشي كل الإمكانيات كما قالها، قال لك أني وتلاقى مع جمال بالماضي وقال له عندك لو سوتيان تاعي ونمد لك كل الإمكانيات، ولكن المشكل في البطولة تاعنا. البطولة كهذيك البرمجة اللي كانت، واليوم ومن بعد تبدا أنت 11 شهر وأنت تلعب واللاعبين ما يريحوش والمشاكل إلى آخره. أنا نظن المشكل يبدا هنا في البطولة. تنقل اليوم وليد صادي إلى أبيجون في كوت ديفوار لحضور القرعة، وأيضا يقال لمعاينة يعني الاماكن اللي يقدر يكون فيها المنتخب الوطني الجزائري. للامانه نعم. هو لما كان مع مكتب محمد روراوة كان اختصاصه، كان اختصاصه، وكان هو المكلف يعني. نعم. لما تكون القرعه الاول اللي يروح لا. نعم. مثلا اليوم في ابيجون قال مثلا نلعبوا في انفيل، غدوه من ذاك يكونوا في لافيل وهما اللي يكونوا الاولين، هما يدوا الميور اوتيل وما يدوا كلش، كل الامكانيات، معناها الامكانيات على ديسبوزيسيون دي ليكيب ناسيونال. اللي يبقى مثلا كونتاكت مع المدرب الوطني، قال لقينا لوتيل هذا الى اخره، هو اللي يختار. انك لما تختار الاول انت المنتخب تاعك راه تحطو دون دي بون كونديسيون. انا نظن هو في يعني في حاجه تاع المنتخب الوطني، عنده التجربه، ولكن كما قلت لك انايا المشكل راه في البطوله تاعنا. حنا نتمنوا انه البطوله تاعنا ما نزيدوش نشوفوا هذوك لي ماتش تاعي يتاجلوا برا ما تلعبش وكذا والى اخره. ديجا بدانا المشكل، ولينا اضحوكه في العالم. انا قريت دي بابي كيلكو بار، الناس قاعد يقول لك اربع جولات واسمه 11 مدرب. سيكون لنا الوقت الكافي للحديث عن نزيف المدربين في البطوله الوطنيه. وليد صادي التقى انفانتينو وتنقل اليوم الى ابيجون، وغدا قرعه كاس امم افريقيا. حسين اشيو، المكانه اللي يصليها المنتخب الوطني الجزائري مع جمال بالماضي، حتى وان خرجنا من الدور الاول في كاس امم افريقيا، وحتى وان لم نتاهل ياسين معلومي الى كاس العالم قطر 2022، لكن التركيبه البشريه داخل المنتخب، افكار جمال بالماضي ايضا من الناحيه التكتيكيه، انضمام لاعبين جدد يخلينا يعني من بين المرشحين في كاس امم افريقيا غدا القرعه ان شاء الله. رغم خروجنا يعني من كأس افريقيا المبكر في المره الماضيه، نبقى يعني مرشحين. احنا شفنا يعني عاود يعني رجع لسكه الانتصارات. الفوز في السنغال هو من جعل المنتخب الجزائري. شوف احنا المشكل تاعنا بكل صراحه قبل مباراه السنغال كانت انتقادات. احنا شوف اللاعبين يحبوا يفرحوا الجمهور الجزائري، ولما الامور تمشي ضد الفريق الوطني يولي عندهم ضغط كبير،
وحنا ما نعرفوش نلعبوا كتير تحت الضغط. لما يكون ضغط كبير على كتاف اللاعبين شفنا في كأس أمم أفريقيا بعد ضايع المباراة الأولى كانت سيراليون. أمام سيراليون كانت عندنا صعوبات كبيرة، المدرب يعني نقاس كذلك، اللاعبين كانوا نوعا ما منهارين، ما قدرناش نرجعوا لأن كانوا يعرفوا وش الجمهور الجزائري يسنى منهم، وهذاك هو يعني الناحية الذهنية صعبة كتير يعني. ولو تكون عندك إمكانيات وبعد شفنا الملاعب كيفاش شفنا، احنا نسينا هاد الشيء، الآن عودنا رجعنا عندنا لاعبين، انساوش احنا كتير انا نتكلموا غير على اللاعبين اللي جاوا قويري كذا الجدد، ولكن ما نساوش باللي عندنا لاعبين اللي نوعا ما قدم على غير البوداوي اللي فاز بكأس إفريقيا ومن بعد مر بفترة صعبة، ولكن الآن يقدم أحسن مستوى، سجل هدف هو أساسي يعني في فريق نيس، يعني ما عندهاش قاع يعني يلعب بكل أريحية، يقدم أفضل مباريات وأنا نتبعه، زرقان اللي يقدم كذلك مستوى جيد في بلجيكا، عمورة اللي يقدم أحسن مستويات ولو ما يدخلش دائما كأساسي، هاد اللاعبين كامل اللي راهم لاعبين شباب، هادو لاعبين زايدين 99 2000. كنا كتاب مفتوح سابقا سنة 2022، الجميع يعرف خطة الجزائر واللاعبين في التشكيلة، الآن تغيرت المعطيات، عندنا عديد اللاعبين الجدد اللي ما تقدرش تقراهم، حسين عوار، عندنا أيضا قويري، عندنا أيضا لاعبين آخرين في التشكيلة الأساسية، كان لاعب غايب من العيار تاقيل بن ناصر، يعني بن ناصر نعم كان دينامو يعني الفريق الوطني نتمنى له يعود قبل يعني نهائيات كأس أمم أفريقيا، هذا الشيء راح يكون صعيب عليه لأنه غادر الميادين مدة طويلة تقريبا 6 شهور ولا راح تكون صعيبة، ولكن نتمنى ويكون في المجموعة لأن لاعب قوي، لاعب اللي دائما يمد الإضافة، لاعب اللي تلقاه من وراء في الاسترجاع وتلقاه يعني في صناعة الهجمة وفي الإنهاء الهجمة، هذو اللاعبين هذو اللي دائما يصنعوا الفارق فوق أرضية الميدان. نعم انا نظن بهاد اللاعبين الجدد كل ما يجي لاعب جديد عنده مستوى راح يدعم اكثر الفريق الوطني، ولكن تبقى بدون هاد الشيء عندنا مجموعه قويه اللي خدمت، اللي عندنا نمط ونهج تاع لاعب اللي مدروس، نقدروا نلعبوا يعني ضد اي فريق قوي، ولكن احنا المشكل تاعنا لما نلعبوا مع هاد الفرق اللي تتركن للدفاع وتخلق لنا صعوبات. صح. وعلى هاد الشيء اللي رانا نعملوا هاد المباريات الوديه باش نلقاو اكثر حلول، باش ما تجيناش مفاجات في نهائيات عفوا كاس امم افريقيا، هاد الشيء اللي راه المدرب يعمل عليه، وان شاء الله من الشهر جانفي تكون يعني تعداد مكتمل ويكونوا احسن لاعبين ان شاء الله في جاهزية إن شاء الله. حسين ما نقدروش نطوي ملف المنتخب الوطني الجزائري بلا ما نشوفوا هدف حسين آشيو مع قبل المنتخب المصري قبل ذلك قبل هدف احنا أنا في التصنيف الأول مع كوتيفوار سينيغال مع سينيغال تونس المغرب إلى آخره، ما ننسوش التصنيف الثاني مهم مهم ومهم جدا، هو المهم لأنك اللي فيه الكاميرون، فيه النيجيريا، فيه المالي، فيه البوركينا، فيه الغانا، وفيه الكونغو الديمقراطية، يعني من اصعب لا يقل شانا عن التصنيف الاول، يعني ما تقولش باللي انا راني رايح البريميتو راح يكون سهل ولا هادو منتخبات كلهم كاين اللي داي كاس افريقيا، كاين اللي لعب النهائيات، كاين اللي كذا، الامور ما ندوهاش ببساطه، امور في كاس افريقيا راح تكون صعبه وصعبه جدا. نعم ستكون صعبه الامور، لكن وليس اصعب من الهدف الذي وقعه حسين آشيو في مرمى نادر السيد سنة 2004. يلا لدينا هدف حسين في مرمى المنتخب المصري بمناسبة المباراة الودية القادمة. هو حسين آشيو يزيد معلوب يقول تنطلق من وسط الميدان. نادر السيد من جهة والكرة من جهة، هذا ما أعجبني في الهدف يعني، وكأنها ركلة جزاء رغم صعوبة أرضية الميدان. أيضا لو كان تعاود تشوف الأكسيون تشوف البالون كيف كان يربوندي. صحيح في أرضية ميدان يا حسين ماشي رائع الهدف حسين، دائما تبقى ذكريات يعني جميلة. وش تحس كي تشوف هك هذه الذكريات الهدف في مرمى من؟ نحس بفخر ونحس يعني هدف، كنا يعني مجموعة قوية جدا، أقوى مجموعة يعني مجموعة انتحارية، الكاميرون كاميرون مصر مصر
مرشحين اثنين للنيل منتخب المصري ولا في البريميتور وزيمبابوي والجزائر وكل وخسرنا قبل 20 يوم قبل نهائيات بداية مالي. كأس أم إفريقيا مالي في ملعب 5 جويلية خسرنا مع مالي 2-0 في ملعب 5 جويلية وقال لك قاع يروحوا يدوا شكارة ويعودوا يقولوا مع الكاميرون كنا رابحين 1-0 ومبومة يعني قاليزة يعني برأسية مبومة نعم ومع مصر يعني بعشر لاعبين تفوقنا عليهم 2-1 في مباراة قوية وين عانينا لأن منتخب قوي وركنا للدفاع بعشر لاعبين وكان هذاك الكونتر اتاك هذيك اللي جابت الهدف ذكريات جميلة أول كأس وآخر كأس ما قلتش اللقب تاعك بعد هذا الهدف وش ولا لا هذاك ما يهمش على كل حال صح شوف حاجة شوف سي دوماج كو هذيك هي أول كأس إفريقيا وآخر كأس لعبناها علاش قلت لك الفريق الوطني مهم ومهم جدا أنا رحت لسويسرا ولعبت 32 مباراة ويجي مدرب يقول لهم ما يلعبش ما عندوش معطيات ومسجل 8 أهداف وكنت نلعب مليون ريكوبيراتور شعرت بالحقرة أكيد تنحقرت نحاوني الفريق الوطني في الوقت اللي كنت نحتاج وكانت عندي اتصالات كان عندي اتصال يعني في شتوي في إسبانيا والفريق ما حبش يطلقني وين سحقيت الفريق الوطني ما لقيتوش وهذاك هي الشيء اللي يخليك قلت لك بالفريق الوطني كي تكون انترناسيونال لعبنا ضد الارجنتين ما كاش ضد البرازيل لعبنا مباراة قوية أثر عليك هذا الأمر فيما بعد والله شوف نعطيك يعني سكوب أنا أقول لك بالك من أسباب اللي رجعت للجزائر بالك باش نعاود نولي الفريق الوطني ورجعت الفريق الوطني رجعت الفريق الوطني 2009 صحيح. وين كنت راح نحقق حلمي تاع الصغر تاع اللعب مونديال ولكن نحاونا يعني في اخر لحظة هاد الايامات كنت نشوف التلفزه الجزائريه وراونا الجزائر الاورغواي ملعب 5 جويلية يعني لعبت قريبا 35 دقيقه وقدمت مستوى رائع وسجلنا الهدف في الشوط الثاني ضد سواريز وفورلان واقوى اللاعبين اللي كانوا في الاورغواي ولكن مع الاخر ما تمشيش يعني قال لي ساكريفيس اللي ديرهم مع الاخر يعني قبل يعني المونديال في نهائيات نحيوك ماشي لاسباب تاع مستوى لان انت لو تبقى فريق الوطني تجيني اكثر لاعبين لان عندك المستوى باش تلعب ولكن سي دوماج انا بنتي ما شتهاش زكي زادت كنت في افريقيا كنت في زيمبابوي بنتي الاولى هبطنا في البيس عيطوا لي قالوا لي زادت عندك بنت ولكن سي دوماج ولكن تبقى دائما هذه مكتوب اجمل شيء يعني تبقى تتذكره في الفريق الوطني انا لعبت تقريبا 31 مباراه مع الفريق الوطني سجلت 4 اهداف ومن احسن اهدافي اللي سجلتهم يعني ان تورنوا تاع زلزال في 5 جويليا ماركيت كوفرون ديريكت هدف جميل ماركيت بانينكا في لافينال بيناتي وماركيت لي دو بيت في لاكوب دافريك ومن اجمل اهداف انا نظل لي تبقى في الفريق الوطني اللي تسجلت هذا فخر ليا ونعتز به الحمد لله فرحنا يعني الشعب في هذاك الوقت وين كانت الفرحه ناقصه وكنا كاع متشائمين من المنتخب الوطني عاودنا عطينا الابتسامه وفرحنا وبدات بدايه يعني فريق اللي تكون من جديد ونتمنى تعاود تكون كما يقول لك دائما الفرحه خاصة بعد الهدف اللي سجلته أكيد عيطوا لك من الجزائر وقالوا لك الفرحة الكبيرة اللي كانت في كل فرحة كبيرة والله احنا ثاني فرحنا في 2019 اسمع معلومة لأنه الوقت لا واش عليه ما كان للوقت لو خليني نزيل السؤال لما كنت في المنتخب الوطني مع سليم سبع نظن كاين بعض اللاعبين اللي راهم موجودين في المنتخب الوطني اليوم كانوا عقبوا عليكم كان 6-5 لاعبين تقريبا انا عندي كاين عمورة كاين توغاي قادري زرقان بوداوي زرقان وبوداوي 5 وكان تسب العيد 6 تتعرض حسين سؤال مباشر تتعرض للحقره لما كنت لاعب خاصه في المنتخب الوطني حتى كي كنت مدرب نظن هذا رايي انت ربما الطاقم تاعك تعرضتوا للحقره ما خليكمش على الاقل تكملوا الخدمه اللي درتوها اكيد والله عملنا عمل رائع لان احنا حطوا شكون الطاقم تاعك اللي كان كنت نتايا انا وسليم سبع انت وسليم سبع وكان شارف هو يشاطوتي كلش صح وكان قريت لي كذلك تاع الحراس
شوف عملنا عمل رائع ومجموعة قوية وكوننا منتخب يعني في ظرف وجيز. ما تنساوش جبنا عدة لاعبين كانوا يلعبون سينيور، واحد منهم عمورة رحنا شفناه، عمورة كي رحنا شفناه لعب لاكوب دالجيري جيجل مع كاليتوس في حي الجبل، وشفناه واستدعيناه الفريق الوطني، من ثم راح للصيف وين زاد بروغريس على كل حال، وعمل مع الكوكي واعطاله الفرصه يلعب وزاد تطور اكثر. استدعينا عده لاعبين، رابحي كان يلعب في بومرداس، كنا ندو بزاف لي جوار. انا كنت نحب دائما مع سالم نحبوا لي جوار لي يلعبون سينيور وهما صغار 17 سنه، لان صحيح. عندهم هذاك الاحتكاك، وعلى بالك راح تلعب في افريقيا عندهم هذاك لونغاجمون، عندهم ما يلعبوش في فرق كبيره. ولكن دينا رابحي كان يلعب بومرداس، دينا بورورغا كان يلعب في خميس مليانة، ودينا فريق وطني ولكن كان عنده دي بليسي ريبيتي ما نجمش يلعب معنا. دونك فوالا، دونك شنو نقولوا الحقره، هذا هو مسار مدرب ياسين. دوك انت يا لاعب يكون عندك دائما في مسيرتك يعني بهاد الاخفاقات، ماشي اخفاقات، بهاد نقولوا العراقيل اللي تخليك تزيد تخدم اكثر باش تنجح. صحيح. كانوا عندنا عراقيل كلاعبين وزدنا خدمنا ونجحنا، وما يقدرش يكون عندك بدايه مشوار طابيروج، لازم يكون عندك عراقيل، وان شاء الله يجي الوقت اللي عمر الفصل هذه. حسين راشي بارك الله فيك. مشاهدينا الاعزاء، نطوي ملف المنتخب الوطني الجزائري ونفتح ملف اقاله المدربين، لكن بعد هذا الفاصل. كان لدينا بصيص من الأمل عند انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى من خلال الاستقدامات النوعية التي قامت بها بعض الأندية الجزائرية. كان لدينا أيضا بصيص من الأمل عند رؤيتنا بعض المباريات، مباراة مولودية الجزائر وفاق سطيف، مباراة شباب ازداد واتحاد خنشلة، كان هناك عديد الأهداف ومستوى كنا نطمح بأن يرتقي بكرة القدم الجزائرية. لكن الحقيقة التي تنخر كرة القدم الجزائرية والبطولة المحترفة الأولى بكل أقسامها هي نزيف المدربين، المقصلة التي تضرب المدربين وتزيحهم من الأندية في كل جولة. وصلنا إلى الجولة الرابعة مشاهدين الأعزاء، ولدينا 11 مدربا رحلوا من العارضة الفنية للأندية، 11 مدربا في 4 جولات. مقصلة المدربين تواصل حصد التقنيين، نصف المدربين في الأندية الجزائرية استقالوا بعد مرور 4 جولات فقط، رقم رهيب بكل صراحة بعد 4 جولات. لكن هناك أندية لم تلعب حتى 4 جولات، لعبت فقط جولتين. المدرب القدير عبد القادر عمراني أقيل بطريقة غير لائقة قبل بداية البطولة ب 48 ساعة، أقيل من طرف إدارة فريق وفاق سطيف. معيز بوعكاز انسحب من تدريب فريق مولودية وهران قبل بداية البطولة. المدرب الثالث هو نادي بارادو المعروف باستمرارية فك الترابط بينه وبين المدرب نذير الكناوي الذي أنقذ نادي بارادو الموسم الماضي من شبح السقوط، أقيل بعد 3 جولات فقط. شبيبة القبائل قالت المدرب يوسف بوزيدي بعد 3 جولات من بداية البطولة حقق فيها 4 نقاط من أصل 9 ممكنة، منها مباراتان خارج الديار، وأمام من؟ أمام نجم مقرى فاز، وأمام أيضا اتحاد خنشلة انهزم بصعوبة، وتعادل أمام نادي بارادو.
فريق مولودية البيض الذي تألق الموسم الماضي كان قاب قوسين من التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا في المرتبة الثانية. أقال مدربه عبد النور حميسي. تحدثنا عن مولودية البيض، نتحدث عن فريق آخر بعد مولودية البيض أقال مدربه هو الآخر وهو عزيز عباس، غادر العارضة الفنية لفريق نجم مقرة. تتواصل أيضا الإقالات والاستقالات في الرابطة الأولى بعد مرور ثلاث جولات. اليمين بغرارة يرمي المنشفة وينسحب من تدريب فريق شباب قسنطينة. كانت الآمال معلقة للشباب من أجل التأهل في دوري أبطال إفريقيا والتألق محليا، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. مقصلة المدربين مست أيضا عبد القادر يعيش الذي استقال من فريق أولمبي شلف، تلقى وابلا من الشتائم بعد تعادله أمام نجم بن عكنون في ملعب 20 أوت، وأولمبي شلف كان حينها في الصدارة بأربع نقاط. مدرب آخر بعد عبد القادر يعيش في فريق أولمبي شلف وهو سفان فاندنبروك، مدرب فريق شباب بالوزداد. شباب أنهى مهام هذا المدرب بعد الخيبة في مباراة اتحاد خنشلة بعد مرور أربع جولات، لكن شباب بالوزداد لم يلعب كل جولاته. عبد الحق بن شيخة المدرب الذي أهدى اتحاد الجزائر كأس الكونفدرالية وأهدى أيضا اتحاد الجزائر كأس السوبر أمام من؟ أمام زعيم القارة الأهلي المصري، يستقيل من تدريب الفريق أمس الثلاثاء بعد هزيمتين في دوري أمام بارادو وشبيبة القبائل، وبعد أيضا تأهل اتحاد الجزائر مرة أخرى إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية. آخر مدرب هو مدرب نجم بن عكنون بوصبيعة، تخلى النجم عن مدربه بعد سوء النتائج. 11 مدرب مشاهدينا الأعزاء غادروا العارضة الفنية بعد مرور أربع جولات فقط، رقم قياسي لم يسبق للرابطة المحترفة وأن وقعت فيه منذ سنوات عديدة. فأين هو المشكل؟ هل المشكل في المدربين؟ هل المشكل في المسيرين الذين يسيرون الأندية الجزائرية؟ أم المشكل هو في المحيط داخل كرة القدم الجزائرية؟ نلتقي بعد الفاصل. مقصلة المدربين تفعل فعلتها بعد مرور أربع جولات فقط كما رأينا وتابعنا قبل قليل مشاهدينا الأعزاء. ياسين معلومي، ماذا يحدث في كرة القدم الجزائرية محليا؟ الأندية نتحدث، ليس المنتخب الوطني الذي يبقى الشجرة التي تغطي الغابة. شو إبراهيم، انت قلت 11 مدرب، ربما أنا أقول لك حاجة، متأكد هذه متأكد أنه في العالم مستحيل في أربع جولات إقالة أو استقالة 11 مدرب. ما صراتش يا سيدي. ما نظنش أنا، واش أنا عندي بالك 25 سنة في الميدان، بالك حسين كيف هكذا كلها، ما شفناش 11 مدرب في أربع جولات. إقالات استقالات، أندية اللي عندها الأموال تجيب المدرب اليوم وتنحيه غدوة وتمدلوك ذا إلى آخره. لو ناخذ كعينة فقط اتحاد العاصمة، نروحوش الأندية الأخرى، ناخذ كعينة اتحاد العاصمة، هل يعقل أنه يجي مدرب لاتحاد العاصمة يدي كأس الكاف ويدي كأس السوبر ومن بعد يروح بالطريقة هذه؟ وش من حاجة؟ اليوم كان أحسن مدرب في الجزائر بعد جولتين يولي ما يعرفش يدرب ولا كيفاه؟ اليوم أنا نقول لك حاجة، السبب كاع هذه سببها كاع لي بريزيدون دو كلوب وحدة، وسببها كاع الضغط تاع الشارع وخاصة هذوك المحيطين بالفريق وبعض المناجرة. أنا نقول لك حاجة، لونطريني راه في التيران، هو ينطريني، الناس يجوا من ما يحبوا ينحوه. اليوم أنا نقول لك حاجة، اليوم لازم لا فيدراسيون ألجيريان دو فوتبول تمبوزي على لي كلوب أو موان دو زونطرينور بار سيزون بوتيت ولا كيما كانت ولا، ما هذيك ما نعرف خلاص. اليوم ولينا، واليوم كي تسمعي واسمو ابراهيم، كاع الناس يروحوا انه يجيبوا المدرب الاجنبي،
كي احنا نشوفوا بالوزداد اليوم اتحاد العاصمه واسمه هذا الاندي نظن قسنطينه كذا كاع الناس تحوس على المدرب الاجنبي. اليوم هذا الانديه ازمات ماليه خانقه، ما عندهمش الاموال، ما عندهمش كذا، وزيدوا يروحوا للمدرب الاجنبي والمدربين تاعنا هنايا ماهمش يخدموا. تحكم العديد من اليوم المدربين هذو ماهمش يخدموا. الحاجه اللي قلت لك لازم يديروا قوانين انك على الاقل، ولا لا اسمح حسين، على الاقل يديروا قال دو زونتينال با سيزون ولا كش ما يلقى، ولا انك بالطريقه هذه مستحيل تهدر على كره القدم الجزائريه. اليوم في النفوه الصحفيه تاعنا الحد المدرب الوطني يقول باللي فوالا بنشيخه ودار عمل مليح كذا الى اخره 24 ساعه من بعد واسمه بنشيخه ما كاشو. واليوم نسمع يقول لك باللي بنشيخه بعد قال لي ربما يدير واسمه فيديو ولا، ولكن حاجه واحده انه بنشيخه انا نقول لك حاجه ربما غير راضي على واسمه لو ريكريتمون. ياسر معلومي، قبل ان نتحدث عن بنشيخه، لماذا الجميع في محيط كره القدم الجزائريه رؤساء وحتى المدربين عندما يقومون باول ندوه صحفيه يتحدثون بشعار المشروع الرياضي، لكن هذا المشروع الرياضي نسمعوه قولا فقط في الندوات الصحفيه؟ نعم في الجزائر مشروع رياضي وعندي مشروع رياضي. انا نعطيك حاجه نحو بارادو ما نهضرش عليهم باسكو هم دايرين واسمو اكاديمي ولا ما كاش نادي في الجزائر الا كاين 1700 كلوب ولا ما عرفتش واسمو شحال كاين كاش اللي عندهم مشروع رياضي. كاع الرؤساء والمدربين يجوا في واسمو سيزون كاع يقول لك حنا نلعبوا راكسيسيون ولا واسمو نلعبوا لو تيتر، وهي مع الاخر كاين واحد اللي يلعب تيتر، ما كاش 100 اللي يلعبوا تيتر. ياسر معلومي سقسيك جاوبني بكل صراحه، هل جوبك تؤكد ولا تنفي قول لي بانه الشارع اصبح يتحكم في الانديه؟ ماشي ننفي مدربين يديرهم الشارع، الشارع وين يدير لهم الشارع ايضا؟ شوفوا الشارع يديرهم الشارع ايضا يدير الشارع وكاع. شوفوا الانديه هذه اللي ما عندهاش مدربين لاسكات الشارع يجيبوا الاسماء ان شاء الله تعرف تخدم ولا ما تعرفش تخدم، يروحوا يجيبوا اسماء اليوم تسمع غدوه في اتحاد العاصمه ولا في بلوزداد ولا في اي نادي واحد اخر يجيبوا اسماء. انا نسمع قبيله في اتحاد العاصمه يقول لك اتصالات مع من؟ خالي لوزيتش مثلا. اليوم واسمو سمعنا اتحاد العاصمه مع خالي لوزيتش ولا هذاك كاتيرون ولا المهم هذا ولا باكيتا ولا زوران ولا ما عارف شكون، نفس الاسماء اللي دور في البطوله هذه، نفس الاسماء اللي دروك تسمع دون 10 يقول لك يجيبوا باكيتا دون 10 وي من بعد يقول لك باكيتا للامانه ياسين معلومي لانه ترك يعني انا مانيش نهضر على باكيتا، انا راني نهضر على رؤساء الانديه. هي لوجيكمون زمان انا والله نهضر معاك والله في 1993 و94 و95 يا رئيس الفريق غير يدير اون ديكلاراسيون الى لحق لا فينال تاع لاكوب دالجيري بوتيت عاد ياكم انا الان في كل مباراه. انا نقول لك حاجه، رئيس النادي يهضر قام المدربين. انا موسى صايب ليا قال لي جيت لهنا الجزائر قال لي لقيت الناس قاعد تهضر يعني بوتيت اليوم الشوفير تاع الكار يهضر واسمه الماكازيني يهضر الناس يهضر. هي في كرة قدم كاين زوج يهضروا خويا لي زاكتور لي جوار اي لونترينور ماشي الناس قاعدة وفي مواعيد محددة في مواعيد واسمو محددة كاين دي كونفيرونس دو بريس الناس والناس واسمو دوكا عند الباب يهضر فوق الطاقة يهضر قدام لادوش يهضر اللي يهضر ما كاينش اللي يشوف لورغانيزاسيون في الفوتبول تاع الجزائر غير باش تهضر عليه. حسين ناشي 11 المدرب بعد مرور 4 جولات تعرف محيط كرة القدم الجزائرية جيدا، كي نقول المحيط اللي داير بالمحيط والانصار واللي ملهيه تعرفها مليح، ماذا يحدث في كره القدم الجزائريه؟ والله ابراهيم نخاف نتحدث ندير لك كاع الحصه. تحدث خذ راحتك. لا والله شوف انا قلتها ونعاودها انه مشكل تاع الكره الجزائريه هو الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل أنا نقول ماشي مواقع التواصل، نقول الناس اللي ضعف الشخصية تاع الناس اللي راهي تسير في كرة القدم. كاين مدربين ضعاف يديروا لهم فريق في الفيسبوك، كاين دي ديريجون ضعاف واش يقول الفيسبوك يتبع باسكو يسمع الشعب. أنا نظن باللي إدارة تاع فريق لازم هي تكون عندها يعني تخطيط وتكون عندها أهداف، والأهداف تكون واضحة وتكون متمكنة واضحة، لأن الأهداف ما تجيش أنت عندك فريق هذا ويبدي تصنع فيه وتقول ندي شامبيون، هذا هدف يعني ما تقدرش تلحق له. لازم يعني تكون أهداف اللي تقدر توصل لها على حسب المستوى اللي عندك، ومن بعد كي تبدا تمشي في الطريق تاعك. صحيح أن الأنصار يعني جزء لا يتجزأ من الفريق، ولكن
لازم ما يأثروش سلبا على النادي. هذا شيء لازم يكون فيه. الأنصار عندهم دورهم، والإدارة عندها دورها، والمدرب عنده دوره، واللاعبين عندهم دورهم، وكل فاعل يعني يؤدي يعني مهامه باش يكون نادي صحيح. ناجح صحيح. لو كان واحد يتجاوز حدوده ويخرج على الصلاحيات تاعو راح يولي يعني ما ينفعش النادي ويضره أكثر من اللي ينفعه. احنا المشكل أنه الضغط ولا من أول مباراة. أنت براهيم عداء يجري 100 متر، لو كان نحسبه في 20 متر الأول نوري لك نحبس لك 20 متر ونقول لك شكون راح يفوز، راح تغلط، راح تقول لي لا وبرومي صح. كاين اللي ما عندوش ديماراج مليح صح، ولكن في 100 متر فلافا هو يدخل الاول، ما عندوش القوه تاع الديماراج مي بصح كي يقلع يلحق. حنا نجيجي ولا كورس قبل ما تخلص. حنا البطوله فيها مرحلتين ذهاب والاياب، وهاد بالثلاث نقاط تقفز ولا تنزل بسرعه، دير نتائج ايجابيه متتاليه تطلع بسرعه رهيبه، وتدير نتائج سلبيه بصفه متتاليه ثلاث مباريات اربعه راح تلقى روحك لتحت. ما تقدرش تقول الان حنا خطينا واحد الخطوه بعد كورونا، هي ما بقاتش العقده اللي كانت بكري في ستادك تربح وتروح ليكستيريور تخسر 90% خساره. الان المعطيات تغيرت، للانديه اصبحوا يلعبوا كل ما عندهم، يعني يرموا اوراقهم ويأوزي ويلعبوا على الاكستيريور. وانا شوف، ولكن انت لما تكون يعني واقعي راح تحسب البطوله بمبارياتها، ماشي تخسر. انا ولا خسرت دوميسيل وربحت دو فوا الاكستيريور، ومن بعد في 5 مباريات جبت 12 وخسرت في استادي، ما يهمنيش انا. احنا هاد الامور اللي ما راناش. زيد ثانيا، انت لازم اولا تقيم فريقك، تقيمه يعني مقارنة بواش بالأندية اللي راهي تلعب في بطولتك الأولى ولا الثانية. هذا الفريق نقوله راه في الوسط، حب يقول راك في الوسط، راح تجي أندية تربحك في أرض على في ميدان في ميدانك، وراح تقدر تروح تربح لضعاف عليك في ميدانك خارج الديار. لماذا أنت تتقبل أنك تربح خارج ميدانك ولما تخسر في ميدانك ما تتقبلش؟ علاش؟ احنا لابد العقليات تتبدل. ما عندناش ثقافة الهزيمة حسين، ما عندناش ثقافة الهزيمة، ما عندناش ثقافة الفرجة عفوا، عندنا ثقافة العنف، عندنا ثقافة السب. هذا الشيء لازم يتغير. لازم هذا الويكاند تاع كرة القدم هو فرجة، هو راحة، هو متعة. ولنا شوية أمل بعد مباراة مودية الجزائر، والله يولي لك الأمل، لأن كاين مباراة تفرح بها صحيح. وتسوق بها، ولكن ما يكفيش هذا الشيء، لأن خلاص الناس لازم نشوفوا دي فينال تاع تشامبيونز ليغ مليارات الدولارات راهي تتلعب صح. ولكن نشوفوا الروح الرياضيه، نشوفوا الناس فرجه، الناس تروح تجوز سواري تتعشى وتروح وتشوف كره القدم وتبكي، اللي خاسر يبكي واللي رابح يفرح، وكل الناس تغادر في هدوء وتمشي. لازم نخموا عليها، نخموا نروحوا لهذا الشيء. انا نشوفوا مباريات في ملاعب جايه في احياء، والله الناس راهي يعانيو في كل اسبوع. كاين الناس راهي تسكن قدام الملاعب كل يوم تدعي باش يحبس كرة القدم الجزائرية تتوقف، لانه كل اسبوع يعاني مع عائلته. انت البيضة حسين 20 اوت احنا شوف، احنا هنا نفتح قوس، احنا رانا ما راناش نتقدموا، رانا نولوا 20 سنة اللور. لو كان تقول لي فريق مولدية الجزائر ولا اتحاد العاصمة يلعب في دار البيضاء يقول لك لا، علاش تروح تلعب؟ صغير الملعب، ما يكفيش انصارك، راح يغلقوا هذيك المدينه، ما تقدرش تلعب يعني في ملاعب صغيره كيما هادو. لازم نلقاو الحلول، عندنا منشات لازم نفتحوها، ما كاش من هذا غازون تلعب عليه خطره في سمانه يفسد. هذه مستحيله، هذه تبني ملاعب قوجة من هيك يفسد باسكو يريح مغلوق، واحد ما يلعب فيه، كي يلعبوا فيه يكون لونتروتي يقعد الغازون مليح. دونك هذه بين قوسين. شوف لازم الذهنيات تتغير. احنا رحنا في البروفيسيوناليزم صح، ما تبعناش من جهه واحده اخرى. انا ما نلومش ان المناصرين، ولكن كلنا يعني كمدربين وكلاعبين كاداريين نعطوا واحد الامل
لازم نكونوا واقعيين. حنا بدايه الموسم نديروا ونجيبوا ونقولوا باش نرديو ونسكتوا الناس باللي الاخر ريكروتمون تاعنا مليح راح نلعب الدور الاولى، ومن بعد تاع الصح يكون العيون في تاع الصح يكون السخط تاع الصح. لازم تكون واقعي تقيم فريقك، لازم ماشي من تحت تعاود صوتي الفوق باسكو جاتك شركه. لا ماشي كرة القدم ليس الا اموال، ما بالاموال لازم تبني، وباش تبني نتايا لازم لك سنوات باش تكون فارق. ماشي العام اللي فات كنت هكذا، هذا العام تقول تقدر تصرا في فريق، بصح ما تقدرش تتعاود في كل الفرق الاخرى، لان بالك فريق كان عنده مشاكل الا ماليه. كنت تنتظر استقاله بالشيخ ابي عفوا نكمل برك. نعم كاين فرق اللي كانت عندهم ضائقه ماليه ولكن كانت عندهم تركيبه بشريه، حب يقول تجيب له الاموال يعاود يتسقم، ولكن فرق اخرى غير ممكن، لازم تعاود تبني من جديد. احنا هذه الامور كلها علاش قلت لك هذا الحديث لازم تقعد فيه سنين وسنين، لان مشكل يعني عميق. مشكل راهو مشكل تاع كره وطنيه، لازم يعني نعاودوا نحطوا على اسس يعني متينه. وما يحدث في الاقسام السفلى حدث ولا حدث. كارثي. شوف نعطيك برك، انت تحب ترفع المستوى وعندك درجة أولى محترفة هكذا، وعندك درجة ثانية هوات. أعطيني اللاعبين اللي ما يقدروش يلعبوا في الاحتراف، ما يقدروش يسينيو أون بخي في الفريق الهوات، وين يروحوا يلعبوا اللاعبين؟ لازم تكون درجة ثانية تقدر تبريتي، ما تروح للهاوي ومن بعد تقدر ترجع له. ممنوع، ما تقدرش أن يكون بروفيسيونال. شوف ديك القوانين كيفاش يلعب اللاعب، كيفاش انت عندك لاعب شاب لازم تحطه في فريق يتمرن بعد يعاود وين تحطه؟ تحطه لازم فريق ولا اثنين اللي هبطوا ومازال عندهم الستاتيو بروفيسيونال. شوف واحد الامور يحطموا كرة القدم بلا ما يفيقوا. شوف نعاودوا نولوا اللور، كانت انا لعبت في القسم الوطني الثاني في 2013 2014 وصعدت مع فريق بالعباس، كانت بطولة وطنية محترفة قوية ب 16 فريق، كانت فرق قوية، كان دي زيكيب دي سباراو. احنا رحنا مشينا في واحد التركيبة طلعنا كثير من النوادي، كاين نوادي اللي حياتها في القسم الثاني والقسم الأول جوزت فترة قصيرة من المشاكل لقات روحها في القسم الثالث والقسم الرابع. شوف كيفاش بعثرنا الكرة الجزائرية. كل هذه الأمور لازم تتراجع، لازم نعاودوا نبنيو على الصح، لازم باش انت تسوق وباش تعطي ماشي الا في مباراه واحده. لان ما تقدرش تسوق مباراه فيها 5-3 ولا 5-4 ومن بعد فيها عنف، ما تقدرش. لازم تسوق كل شيء يمشي مع بعض، لازم تكون الفرجه، لازم يكون المستوى، لازم يكون النظام، لازم تكون الهدوء. انا نقول كل هذه الامور لازم لها يعني كل واحد يعطي شويه من روحه، لان انت ساهل تقعد في الدار وراء الشاسة وتقول بطولة ضعيفة ولا مناصر تروح ل... ولكن انت ولا راك تقوم بدورك كمناصر في المدرجات ولا كمتابع ولا كمتابع على ال... على ال... على مواقع التواصل الاجتماعي، اسكو انت راك تمد حلول ودير لي كومونتير لي داويو ولا راك تزيد تجرح كما يقول لك تسب في الناس. حسين خليني نقول لك هذه، فريقك السابق اتحاد الجزائر دار بيان الان على الفيسبوك يخص عبد الحق بن شيخه، نشوفوه سويا ماذا نشرت. نعم اداره اتحاد الجزائر، ها هو البيان: سيتم بعد قليل بث فيديو خاص بالمدرب عبد الحق بن شيخه يوضح فيه اسباب استقالته ويجيب على بعض الاسئله التي تشغل بال جمهور اتحاد العاصمه. هذا البيان عنده 27 دقيقه، عنده 40 دقيقة، نعم عنده 40 دقيقة هذا البيان. الفيديو لحد الآن مازال ما نزلش في الصفحة الرسمية لفريق اتحاد الجزائر، هل يكون واجد الفيديو قبل ما تخلص هذه الحصة ياسين معلومي؟ ما على بالناش، لكن المهم من هذا هو أنه اتحاد الجزائر ياسين معلومي لنوضح صورة قبل أن يجيبنا حسين أشيو. عند يعني عندما دارت البيان أمس إدارة اتحاد الجزائر على الفيسبوك وقالت بأنه عبد الحق بن شيخة قدم استقالته رسميا، بررت البيان بشتم وسب بعض الأنصار لعبد الحق بن شيخة في مدخل ملعب عمر حمادي ببولوغين. بعد مرور بعض الوقت البيان عدل، خلاو غير الجملة تاع بن شيخة يستقيل رسميا
من فريق اتحاد بدون ذكر سبب الجزائر. لكن سيد أحمد أعرب عندنا فيديو تصريح رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر قام بتصريح أمس، قال فيه عود ياسين معلومي، قال بأنه بن شيخة تعرض للشتم. أين هي الحقيقة ياسين معلومي؟ حقيقة عند بن شيخة. حقيقة راهي في الفيديو. راهي في الفيديو. اللي رانا نسناو فيه. اللي نسناو فيها عبد الحق بن شيخة هو اللي المهم حاجة أنه بن شيخة متواجد في فرنسا. خارج الجزائر. في فرنسا. راح غادر. والاستقالة لا رجعة فيها. الاستقالة لا رجعة فيها. نهائيا. ما نظنش يعني يعاود يولي الذي خاصة أنه الإدارة بصدد البحث عن المدرب الجديد المحيطين ولوا ثاني غدوه يوم الخميس كاين ندوه صحفيه لتوفيق قريشي. نعم توفيق قريشي راح يوضح الامور. اليوم اتحاد العاصمه بعد بعد هذه لي دو تيت والناس فرحانه الى اخره يدخلوا في دوامه من المشاكل بسبب انا ليا من قبل السبب انا ليا هو انتحار انا ليا. نعم. انتحار. شوف النادي هذا راه شغل يسمك لي واحد راح اسمه ينتحر لانك انت كنت عندك كل الامكانيات عندك كل الامكانيات ديدوك وبضافيك دخلوك الاموال عندك شركه الى اخره اليوم يروح لك المدرب ولا كاسيو هذه سي ديفيسيل باش تعاود تولي. نعم طري ديفيسيل. حسين اشيو بن شيخة استقال. اولا هل كنت تنتظر هذه الاستقاله بعد كاس امم افريقيا اولى يوم الثالث جوان ثم الاطاحه بالاهلي المصري في السعوديه في كاس السوبر؟ ماذا يحدث في فريق اتحاد الجزائر؟ ربما راك بعيد على هذا الفريق لكن اكيد اكيد راني بعيد عارف بلي قريب عليه ايضا. قريب عليه في القلب على كل حال دائما اكيد دائما نحوسه يكون فريق يعني في ظروف جيده ومرتاح. احنا كنا فرحانين كثير خاصه بالتتويج ثاني قلنا هذا الشيء راح يعطي يعني دفعه قويه للنادي يعني من ناحية المعنوية صح. ومن ناحية يعني الفوز بالكؤوس وهذيك العقدة اللي كانت بالك في الفريق اللي مشى عدة مرات النهائي وما فاز هذا أمر جيد. قلت هذا الأمر راح يعني ينعكس إيجابيا على الفريق في البطولة الوطنية خاصة بعد الراحة اللي تكون عنده بعد يعني التأهل الأخير لدوري المجموعات في فترة من الوقت راح المدرب يسخر كل وقته وإمكانياته ويحضر الفريق جيدا للبطوله. لكن احنا العام اللي فات ما قدرناش نشوفوا الفريق في البطوله لان المدرب قال باللي اعطينا كلش الكاس افريقيا وما قدرناش يعني شفنا يعني اتحاد العاصمه ما كملش بطريقه الحافز جيده. الحافز راح الحافز ولكن الحافز راح وكانت يعني تتويج في الاخير ما عندكش ما واش تقول ولكن بعد بقى انا كنت نستنى بالك يروح في اخر الموسم. يخص معنا ورايح ولكن ما راحش انا كي ما راحش قلت راح يكمل بن شيخة مشروع راح يكمل المشروع ولكن تفاجأت انا ككل يعني محبين يعني الفريق تفاجأت بهذا الشيء وماذا بينا نعرفوا يعني الاسباب اللي خلات المدرب. انا دائما كنت متفائل يعني بالفريق باش يزيد يطلع في مستواه ودائما كنت نقول وكنت صرحت يعني في احدى في احدى القنوات الفيديو سقط الان. نعم من فضلكم الزملاء فيديو عبد الحق بن شيخة الان في هذه اللحظه في صفحه فريق اتحاد الجزائر بعنوان المدرب عبد الحق بن شيخة يوضح اسباب استقالته ويوجه رساله لانصار اتحاد العاصمه. نواصل مع حسين اشيو ريثما يكون فيديو عبد الحق بن شيخة معنا حاضر نستمع لما يقول. الفيديو فيه تسع دقائق في تصريح عبد الحق بن شيخة وسنتابع الفيديو ريثما يكون وجد معنا. تفضل حسين. نعم كنت نقول باللي يعني بعد يعني التتويجات كنا لازم نحافظوا على هذاك ستوندينغ. واجد الفيديو معنا نستمع لما يقول عبد الحق بن شيخة في هذا الفيديو. حكم عبد الحق خرج كلام بزاف خرج تهضر بزاف على الاوضاع اللي صرات هاد اليومين هادو. سيفري قدمت الاستقاله ديالي عن قناعه رياضيه وقناعه احترافيه. هذه هي لا ريزون اللي درتها. قبل لا بريباراسيون كانت راحه قصيره، بعدها بدينا التحضير، بعدها جايه كاس سوبر،
قالوا لنا 22 اوت بعد رجعت 1 سبتمبر بعد رجعت 15 سبتمبر وحنايا اون بلان بريباراسيون بقينا في ذاك الوقت الشاك فوا يعطيونا اون دات نغيروا لا بريباراسيون ديالنا على حساب لا دات بار اكزومبل لو 15 سبتمبر انا غيرت البريباراسيون ديالي بديت في لافيتاج باش نطيحوا اون فورم لو 15 سبتمبر ماشي لو 16 او لو 17 فوالا الاهميه اللي كانت والمشكل اللي كان بعدها دخلنا ديريكت لاكاف افيك اون دوبل كونفرونتاسيون فيها ديربي فيها اون غروس ايكيب تاع الفيس وهادو راهم رابحين كوب دافريك قبل منا راهم سي اون غروس ايكيب وتاهلنا صعوبه لكن تاهلنا رغم اللي كان بعد الهزيمتين تاع 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 الشامبيونا تاع كونتر خاوتنا من بارادو وخاوتنا من تيزي وزو اونيتي موفي بصراحه اونيتي موفي سي فري الناس تقلقت كدا اونيتي موفي لكن يا بي دو فوت اللي اش نقول لك دو فوت اللي كانوا اخطاء يعني تحكيميه صرات يعني مش نهرب ومش نلقى في الشماعات راني صادق كي نقول لكم خلاص دوكا سي في حسينا ان كاين يعني حتى حسيت باللي كاين حوايج بزاف ضدنا ضدي انا ضدي ماشي من برا البخت تاعي ما مشاش معايا وحسيت ان الكره ما مشاتش معايا بعد لي دو ماتش هادو كانت انتقادات عاديه انتقادات نورمال دون ان غران كلوب كي سو ريسبكت اون بير با دو فوا على سويت هذه قناعه في الفرق الكبرى سا سباس كوم سا وكنا محابين حنا باش ما نخسروش بيان سور ماناش هكذا حسيت ان لو ميساج تاعي يجوز بصعوبه في العمل تاعي ماشي كما كان عام الاول يجوز سلس وكانت يعني الور حسيت ان عندنا دي جوا طايحين اون مي فورم براتيكمون تو لي جوا الميليو تيرا اللي كانوا ميغيلي ماشي ميغيلي تاع دركا بنزازا ماشي بنزازا تاع عام الاول واسمو شيتا ماشي شيتا تاع عام الاول يعني لي جوار كلي الميليو تيرا الاساس تاع كره القدم لي جوار كلي ما كانوش في يماتهم وصاريف صاوسي صاريف بعد لي ماتش اللي صرا وبعد لي الماتش الاهلي بعد لي دو ماتش تاع الكونفرونتاسيون تاع الفيس حسيت ان يعني الفريق كبر سي فري وكان لازم نواكبوه احنا فوالا نوتر كلوب اغروندي تحبس الناس تحس تشوف الناس يخافوك ماشي يخافوك يحترموك كي يلعبوا معاك يحبوا يربحوك هذاك هو الاحترام وحنا اون با اون با قعدنا مباتينيو قعدنا مباتينيو بالنسبه للانصار تاعنا لا دوزيام كاستيون الانصار تاعنا راهي اغلبيه ساحقه من الجمهور معايا انا نشوف في الشارع تلقاهم في الشارع غير الكلام الحلو غير التعناق غير يعني الاخوه كاينه اقليه سي فري اون بو با بليغ ا تو الموند كاينه اقليه تنتقد عادي سي ليجيتيم يحبوا لي اسمه انا نقبل هذا الشيء والله نقبل الانتقاد اللي يكون بوزيتيف نمشي فيه ما عنديش بروبليم راه عنديش نحب نتعلم انا موناج ونتعلم على الناس اموناج نقول دائما نقول علاش خسرنا وشنو وعلى انا واش درت فوالا كانت الانتقادات من حقهم كان انتقاد اللي يجرحوا حنا رانا جزيريين وقلبنا سخون وقلبنا كذا كاين نجيبوا اونترينور قد ليكيب يعني ليكيب كبيره نجيبوا فريق قد ليكيب ديالنا نجيبوا مدرب قد لياسما شغل حنا صغار ما عندي 60 سنه في عمري وعندي 50 سنه الا في لي تيران دو فوتبول يعني هاد يجرح هاد الكلام ولادي زعفوا ولادي قالوا لي يا با ما تزيدش ولادي بعثوا لي دي ميساج يبكيو
سبحان الله فوالا. قلت لهم هذه كره ولادي، قلت لهم سي با ميشون. وقتها بعد فوالا بعد بعد الكلام اللي جرح وبعد بعد كاين حوايج واحد اخرين، قلت عبد الحق لازم نخرج من الباب الكبيره خير من نخرج بالكتبيات، نخرج بالسبان. قلت الحق الوقت وين الانسان يفكر. حبيت نخلي لا بون ايماج تاع لو تاع لو بون اونترينور الجيريان و لو بون سيتويان الجيريان و لو بون اسميست و و و حبيت نخلي الصوره هذه خير من نخرج بصوره واحده اخرى وانا مرمد والناس تسب فيا وانا نرجع للناس ونطيح قيمتي مع الناس. باسكو فوالا هذا بالنسبه لهاد المسؤولين علاقتي معاهم جد وطيبه، ما دخلوا ما خلاهم ما دخلوا في خدمتي، ما خليهم يدخلوا في خدمتي، ما كان الا الخير معاهم بصراحه. وهذه شهاده لله وانا مقتنع للكلام اللي نقولو، ما عندي لا بيع لا شراء، ما نخاف من والو. ديجا انا ابيض، انا جو سوي ترونسبارون، انا نقي ما نخاف من والو. هاد الناس خدمت معاهم ما شفت منهم الا الخير، كسوسوا البريزيدون، كسوسوا مسيو صفار، كسوسوا مسيو قريشي، ما شفت منهم المسانده والكلام الحلو، وكل واحد يدير في الخدمه ديالو بصراحه. ما عندي حتى حاجه يعني قال لهم راهم خدموها مورايا ولا كذا، هذه ما امبوسيبل. فوالا نقول لكم بصراحه الناس ما شفت منهم الا الخير، كنا دايرين اون فامي. انا بالنسبه ليا هكذا، انا وين نخدم سي كوم سا، كنا دايرين اون فامي مع بعضنا. فوالا بالنسبه للميركاتو، كل مدرب يحب يجيب لاعبين كبار، كل مدرب يحب يجيب لي ميور، كل مدرب يحب يجيب ميميت. واش مرميين في الزنقه هذو؟ ماشي ما لقاوهمش مرميين في الزنقه. حاولنا نجيبوا دي جوار اللي يليقوا بنا. اون ايسيي مع زين الدين فرحات، وزافون ايسيي مع نعيجي، وزافون ايسيي مع درفلو، هادو كامل قالوا نجيو بعد ما جاوش، ما بغاوش يجيو، نجيبوهمش بالسيف. بالنسبه للاخرين سي دي جوار اللي عندهم اون فالور تكنيك، وتشوفوا الوقت راهو بيناتنا والايام راهو بيناتنا وتكتشفوهم تكتشفوهم. بالنسبه للي ماليا انا جبتهم عن قناعه، انا ما عندي لا بيع لا شراء، انا الحرام ما يدخلش لداري. جبتهم لانهم هذاك عيطوا له روماريو، هذاك اللي راه كانوتي الى دي ان جو تكنيك اكستراوردينار. الاخر اللي تي بيتور 14 بيت ماركي وفي ليكيب ناسيونال تاع المحليين، وجبناهم. مازال الوقت، لازم نعطيهم الوقت تاع لا بريمير فوا يخرجوا من بلادهم، يعيشوا في بلاد واحده اخرى، دي تراديسيون اخرين. راهم الفو لو دوني لو طون باش بور 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 لادابتاسيون. يعني بالنسبه للانسحاب ديالي مدروس، انا قلت لكم علاش، عطيتكم كل حاجه. علاش هدرت مع المسؤولين، قلت لهم يا ولدي مع هذا من العار جيت مع الاول، قلت لهم نهار ما نعجبكمش تقدروا تنحيوني بدون مقابل بلا ما تعطيوني والو، ونهار انا نحب نمشي تخليوني نمشي. هذا بيناتنا يعني. عبد الحق بن شيخة في هذا الفيديو الذي نشر اللحظة في الصفحة الرسمية لفريق اتحاد الجزائر على الفيسبوك يوضح أسباب استقالته من تدريب اتحاد الجزائر. قال بأنه تعرضت لانتقادات كبيرة بعد الهزيمة أمام نادي بارادو وشبيبة القبائل، لحد أنه ياسين معلومي الانتقادات قاسته نوعا ما، حس روحه مدرب صغير حسب هذه الانتقادات. قال بأنه تعرضت لانتقادات وامور اخرى، ولو فضلت نغادر دوك حسين اشيو خير ما نغادر بعد ما يصرى. قال بالعاميه كتبيات وامور اخرى. قال بانه حتى ولاده ياسين معلومي اتصلوا به قالوا له باسطه. تفضل حسين.
واش رايك؟ خليه ياسين لقينا تفضل 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 انا نختم تفضل تفضل. والله شيء مؤسف على كل حال. احنا كنا ناويين نكملوا نشوفوا عبد الحق على راس اتحاد العاصمه ونشوفوا يعني كيفاش راح يكمل يعني يعطي نفس جديد في البطوله. احنا لان ما كنا اقتنعت بما قال بكل صراحه. والله العظيم شوف انا ما نحبش نرياجي اشو باسكو انسان نحب كثير تسع دقائق وانت تسمع يا حسين تسع دقائق وانا نسمع ولكن كما يقول لك عبد الحق راه خونا وراه كما يقول لك ان كوليغ ونكنوا له كل احترام والتقدير. والفريق اتحاد العاصمه فريقي وفريق القلب. احنا كنا واش نسناو انه عبد الحق يعني غادر بهذه الطريقه لان على باله هو على باله باللي واش كاين في مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقي لان كاين جبناء اللي وراء الشاشه يقدر يدير كل شيء في لحظه غضب ولكن يلاقيك يسلم عليك برا وربما يقول لك اسمح لي وغلطت معاك. صحيح. لان اشو تقدر تعمل وتقدر تسب وتقدر تشتم وتقدر دير كومونتير لي فريمون يقيسوا لان هذه نفس وهذه انسان عنده عاطفه. وما نساوش هذا شيء مهم جدا اللي بالك الناس اللي ما عندوش ولاد ما عندوش عائله ما يحسش به. صحيح. يجوا بناتك ولا اولادك يقولوا لك يا بابانا يبكوا قدامك. هذا يعني لو كان يعطوك مال الدنيا ما تشوفش دمعه واحده تاع اولادك. صحيح. تطيح. وهذا الشيء يحطوا لك يعني كل لي تشامبيونز ليغ ولي كوب دافريك تسمح فيهم عادي اكوتي ويقول لك طيح دمعه تاع وليدك ولا تاع بنتك تقول لهم خليهم عندكم. صحيح. وانا هذا الشيء كاب وكرب يعني عائله انا نحترم هذا المدرب ويعني نتمنى يعني كما يقول لك يعاود يولي لان بالك ابري دوك قال لك سيمير وسيري فليشي ولكن واحد بالك يرقد وينوض تبدل الامور. صحيح. وانا نتمنى الخير لاتحاد عاصمه عشان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حسين بالك هو خمم كثير على الفارق. خليني اقول لك حاجه الاجابه هذه تاعك انا عجبتني. نحبسوا هنا. في شوف في 10 ثواني 10 ثواني الوقت يداهمنا. ممكن جدا ومعنا رئيس نادي جزائري على الهاتف. ممكن شوف ممكن جدا عبد الحق بالشيخة يتم اختياره احد احسن المدربين في افريقيا. نعم. بدليل ان دا زوج كؤوس افريقيه. نعم. اليوم باش يخرج بالطريقه هذه شوف هذه هي ثلاثه دا ها ثلاثه ايه دا وحده مع لا لا تنحكوا نزيد هنا متتاليه ماشي هذه هي الصوره اللي نسوقوها تاع كره الجزائر. لا يجب ان يعامل بهذه الطريقه. نعم. بارك الله فيك ياسين المعلومي. معنا عبر خدمة الهاتف رئيس فريق اتحاد بسكرة عبد القادر تريعة. اهلا وسهلا بك تريعة معنا على قناة الشروق. مساء الخير اخي مساء الخير الحسين ضيف لي مساء الخير مشاهدينا مساء النور. بارك الله فيك حسين تريعة. معنا الاعلامي ياسين معلومي. اكيد تابعت فيديو بن شيخة الان معنا. وي تابعته معكم وي تابعته ما كنتش معنا قبل. نعم بن شيخة. نعم بن شيخة نعم كان الآن والإقالة أو الاستقالة تاعو كانت مفاجئة عبد القادر تريعة أليس كذلك؟ بيان سير يعني بعد الباركور اللي داروا مع فريق اتحاد العاصمة تشامبيونز ليغ اللي داها سوبر كوبا باردون اللي داها وكأس الإفريقية يعني دو تيتر يعني بعدهم بزاف ما زاروش الجزائر. أنا كنت يعني بالك كان بروجي لفريق اتحاد العاصمة ولكن يعني شاهد الأقضاء أنه يغادر فريق اتحاد العاصمة. احنا نقولوا كما قالوا شوار نحترموه تاع المدرب. صحيح. كبالك ان بريزيدون هو كان اصر على الاستقاله لانه نقول باللي الفريق ما راحش يعبث الفريق راح يواصل يعني في العمل نتاعو. صحيح. ان شاء الله يكون يعني البديل نعم ويكمل في المسيره تاع فريق اتحاد العاصمه ويحققوا القاب ان شاء الله. نعم كل خير. عبد القادر تريعة فيما يخص فريق اتحاد بسكره بداتم بتسويه المستحقات لتاهيل اللاعبين ليس هناك اي مشكل في هذا الخصوص؟ بيان سير بك عند القرار اللي اتخذه السيد رئيس وليد صادي. نعم وليد صادي مع بيان سير بلا ما ننسى التضامن الكبير تاع رؤساء الفرق يعني في خلال الجلسه وافقوا. نعم اللي قلناها عند نهار اثنين. الحمد لله يعني حقوق البث التلفزيوني ان شاء الله دي سي بالك
دوما ان شاء الله وفي طار بالك الحال ان شاء الله يكونوا في رصيد الفريق باش نبداو يعني تسويه تاع مستحقات تاع اللاعبين. يعني في لي ريزو سوسيو بالك تهضرنا ابراهيم وعلى جال واحد ان بروتوكول لازم نحترموه. احنا ان شاء الله نسقسيو ان شاء الله ما يصلح حتى مشكل هذا البروتوكول ما بين اللاعبين الاخرين. لا ما يصلح حتى مشكل دوكا ابراهيم دوكا قبل كانوا ديزيكيب يعني ما يسووا ولا وضعيه نتاعهم من ناحيه السيران وما كان يصلح حتى مشكل. نعم كان بالك دونكاجمون تاع والي ولا اونكاجمون تاع الدروا تي في وما كانش يصرا مشكل يعني ماشي دوكا بالك بكره كي دخلت الحقوق تاع التلفزيون وتبدا تسوي في الورقيه تاع اللاعبين. نعم رايك كاين مشكل. نعم مشكل كون يكون كما يقول تجي تجي ورقه انا باذن الله راح نخلصوا لي جوار تاعنا ان شاء الله. نعم ونهزوا الاجازات نتاعنا كاظن نادي محترف ان شاء الله. ان شاء الله ونبداو البطوله نتاعنا كما احنا كما كاع الفرق ان شاء الله. هذا ما نتمناه لفريق اتحاد بسكرة. عبد القادر تريعه يعطيك العافيه بارك الله فيك. شكرا جزيلا لرئيس فريق اتحاد بسكرة. وصلنا لنهاية البرنامج ياسين معلومي بارك الله فيك. شكرا جزيلا ياسر العروسي يعوض عثمي ايتنوي في المنتخب الوطني. ياسر العروسي سنشاهده في المنتخب الوطني الجزائري بارك الله فيك. هذه المعلومة ياسين معلومي شكرا جزيلا لك. الشكر ايضا لحسين اشيو يعطيك العافية بارك الله فيك. ونتمنى حظ موفق لخونا عبد الحق بن شيخة وان شاء الله اتحاد العاصمة يلقى يعني حل لهذا المشكل ان شاء الله يرجع بقوه في البطوله ان شاء الله. حسين اشو يعطيك العافيه بارك الله فيك. شكرا لكم متابعينا الاعزاء. الموعد غدا ما قبل مباراه الجزائر وجزر الاخصر بدايه من الساعه 7 على قناه الشروق. ابقوا اوفياء لبرامج الشروق الاخباريه. شكرا السلام عليكم.